ستعمل على نشاط الكثير من الزوابع الرملية، وعلي الرؤية ستكون منعدمة. بالنسبة لحالة السماء خلال نهار اليوم، يبقى ضباب يميز حاليا أغلب المناطق الشمالية. بعد انقشاعه تصبح الأجواء مشمسة على العموم، مغشى جزئيا بشمال الصحراء والجنوب الغربي. مساحة الأرصاد الجوية ترتقب بعض الأمطار نحو وسط الصحراء وأقصى الجنوب على شكل زخات رعدية، تكون أكثر استمرارية بالجنوب الشرقي. درجة واحدة تحت الصفر سجلت خلال ليلة اليوم بالهضاب العليا، 5 درجات بسواحل الوسطى والغربية، 9 درجات بشمال الصحراء، 15 بوسط الصحراء، وأعلى مقياس سجل بأقصى الجنوب 24 درجة. أما خلال ظهيرة اليوم بحول الله، الحرارة قصوى تتراوح ما بين 17 إلى 19 درجة بسواحل، لن تتعدى 12 درجة بالبيض، في حدود 14 درجة بالباتنة والجلفة، 15 بقسنطينة وتيارت، 18 درجة بتيزي وزو، نفس المقياس سيسجل بشمال الصحراء، 20 درجة بمنطقة الواحات، 19 درجة بالثورة، ترتفع إلى غاية 26 درجة بوسط الصحراء، 32 درجة بجانات، و 39 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب. فيما يخص البحر خلال نهار اليوم بحول الله، سيكون قليل الاضطراب على سواحل الوسطى والشرقية، هادئ تماما بسواحل الغربية، رياح ضعيفة تماما، تكون جنوبية غربية على سواحل الوسطى والغربية، تدور إلى غربية تماما بسواحل الشرقية. بالنسبة ليوم الغد بحول الله، دائما تبقى الوضعية الجوية مستقرة على المناطق الشمالية، لكن ضباب سيبقى يميز الصبيحة أغلب السواحل والمرتفعات الداخلية، أجواء مشمسة. لكن بالنسبة للمناطق الجنوبية، مساحة الأرصاد الجوية ترتقب، تساقط زخات من الأمطار الرعدية قد تكون أكثر استمرارية على شمال الصحراء، الجنوب الشرقي ووسط الصحراء. درجة الحرارة تبقى معتدلة على العموم. خلال يوم السبت، مساحة الأرصاد الجوية ترتقب هذه المرة، عبور اضطراب جوي على المناطق الوسطى والشرقية سيكون مرفوق ببعض الأمطار، ضباب محلي على المناطق الغربية تتبعه أجواء متقلبة. دائما بعض الأمطار ستبقى تميز شمال الصحراء ووسط الصحراء، تحسن تدريجي ابتداء من الظهيرة بحول الله، بينما تبقى الأمطار أكثر استمرارية على الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب. خلال يوم الأحد بحول الله، تحسن في حالة الطقس على مناطق وسط الصحراء وشمال الصحراء، أجواء متقلبة على الجنوب الشرقي، احتمال لبعض الأمطار خلال الصبيحة. أما على المناطق الشمالية، التحسن سيكون نحو المناطق الشرقية، لكن مع ضباب ونسبة رطوبة عالية خلال الصبيحة. تبقى بعض الأمطار تميز المناطق الوسطى والغربية خلال الصبيحة، ثم تحسن تدريجي بعد الظهيرة بحول الله. نعود إلى نهار اليوم. على مستوى العاصمة دائما وضواحيها، وقت الغروب سيكون في حدود الساعة 6 مساء و51 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة، يومكم سعيد وفي أمان الله. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. صباح الخير، نهاركم زين، صباح الورد والفل والياسمين على قلوب الطيبين الذين استقبلوا يومهم بهمة وحيوية ونشاط، ثم انطلقوا في هذه الحياة بروح الأمل والتفاؤل. هذا الأمل، العمل والمثابرة هم من أسرار الوصول إلى القمم، قمم النجاح والتميز في هذه الحياة. ولا تحلو الحياة ولا حتى البدايات بعيدا عن ذكر الله، فبذكر الله دائما تطمئن القلوب. فلنرفع أيدينا بالدعاء، فالله وحده قادر على رفع كل بلاء. بالله من الشيطان الرجيم. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء، وقنا شر الدَّاءِ.
بلطفك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني استودعتك بلادي وأهلها، كبارها وصغارها، رجالها ونساءها، شبابها وبناتها، أرضها وسماءها، فاحفظها رب من الأمراض والأوبئة، وارفع البلاء بحولك وقوتك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ذرياتنا وذرية إخواننا وأخواتنا وذرية أقاربنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات، من شر كل نفس إنس وجان، ومن جميع الأمراض والأسقام، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. يا رب اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير. من المحيي؟ من المميت؟ من الهادي؟ هو واسع الرحمة، فالق الحب والنوى، بديع الحكمة، رب العرش العظيم. اللهم ارزقنا الأمان والصحة والعافية والتقوى. إن شاء الله دعوات مستجابة في هذا الشهر العظيم، شهر رجب، الذي نستقبل في رحابه فضيلة الأستاذ جمال ناصري. أستاذ صباحك سعيد، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، تحية طيبة لك، تحية للمشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذ، جميل جدا أننا نستقبلك في شهر رجب، وكذلك يعني خصوصا وأننا عشنا ليلة أمس، يعني ليلة مباركة، ليلة 27 من شهر رجب المميزة، يعني بليلة الإسراء والمعراج، يعني قصة طويلة وراء هذه الليلة الاستثنائية أستاذ. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام. هذه الليلة هي الليلة التي وقعت فيها هذه المعجزة، نعم، معجزة الإسراء والمعراج. وهو الرأي المختار أنها وقعت في هذه الليلة من سنة 10 من النبوة. وهذه المعجزة العظيمة التي تضاف إلى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظمها القرآن الكريم. هذه المعجزة جاءت تكريما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لا ننسى أن خديجة رضي الله عنها، النصير الداخلي في البيت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، توفيت، ثم صح، النصير الخارجي الذي كان أبو طالب، عم الرسول عليه الصلاة والسلام، عم النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان ينصره ويدافع عنه خارج البيت في المجتمع، أيضا توفي في هذا العام. ثم كانت الرحلة، حتى كان عام الحزن، يعني حتى سمي، نعم، بعام الحزن، سماه بعض العلماء عام الحزن لكثرة ما لحق من الأذى للمسلمين وحتى للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كان هناك ذهاب إلى الطائف للدعوة إلى الإسلام، وقد بقي النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام، ورد ردا قبيحا من سفهاء الطائف، قوبل بالأذى يعني، نعم، أثناء الدعوة. ويكفي أن الدم قد سال من قدميه الشريفتين، ولكنه عليه الصلاة والسلام دعا بالهداية لهؤلاء الذين ردوه هذا الرد المنكر. قال لما جاءه جبريل يقول هذا ملك الأخشبين، جاء إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، ولكن قال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. فعلى كل حال، هذه المقدمات
التي كانت قبل رحلة الإسراء والمعراج جاءت هذه المقدمات لتكون بعد ذلك هذه الرحلة التكريمية وهذه المعجزة العظيمة، يعني مواساة للرسول عليه الصلاة والسلام، مواساة له، وأيضا حتى يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على عظم آيات الله تعالى لنريه من آياتنا الكبرى. صحيح، نعم. الله سبحانه وتعالى إذن أكرم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرحلة العجيبة. وهذه الرحلة يعني هي في حقيقة الأمر تتكون من رحلتين عظيمتين، إحداهما أرضية والأخرى سماوية. الإسراء هو الانتقال من مكة إلى بيت المقدس، نعم. والمعراج هو الانتقال من بيت المقدس إلى السماوات العلى. فإذا الإسراء هو المشي أو الذهاب أو السير ليلا. الشاعر يقول: رحماك طال الليل واتصل السرى حتى تسقطت النفوس لغوبة. وفي مدح النبي عليه الصلاة والسلام قال القائل: سريت من حرم إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. فهذه الرحلة الأرضية كانت ليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر هذا فيما صح من الأحاديث عند البخاري ومسلم وغيرهما، وحتى القرآن الكريم خلد هذه الرحلة. والقرآن إذا تحدث عن شيء فإنه خالد وصادق وواقعي حقيقي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه الرحلة إذن بدأت هكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن تلك الدابة التي جاءت مع جبريل، البراق. نعم. قال: البراق هذا هو أكبر من الحمار أكرمكم الله، وأصغر من البغل. وكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينتهي حافره عند منتهى طرفه، يعني هذا السرعة عجيبة، يعني على قدر ما يرى على قدر المسافة التي يقطعها. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يقول لك كما قالت قريش يستحيل أن يذهب في ليلة واحدة، ونحن جربنا أننا نضرب أكباد الإبل، يعني كنا يعني السرعة نضرب أكباد الإبل فلا نقطعها إلا في شهر. والأمر متيسر لأنه يقطع المسافات الطويلة في الطائرات وفي غيرها وقت قصير جدا. ولهذا معجزة الإسراء والمعراج لا بد أن نتحدث عنها من هذا المنظور. نعم، هي أيضا معجزة ثابتة، يعني في القرآن والسنة، لأنه في كثير من المشككين الذين قالوا أنه أسري فقط، يعني ذهبت الروح وبقي الجسد. ولهذا رب العالمين قال: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بروح عبده. فعلا طرح هذا الرأي أن هذه رؤية منامية وأنه إسراء بالروح، ولكن الله تعالى قال كلمة العبد. العلماء يقولون أن الراجح والصحيح أنه أسري بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فلذلك المعجزات، هذه المعجزات هذه تخرق القوانين. يعني من المسلمين الذين أخذوا عن بعض المستشرقين يقول لك هناك قوانين يستحيل أن تخرق، كيف يخرق الغلاف الجوي، كيف يتخلص من الجاذبية الأرضية. نقول هذا في الحالات الطبيعية عند الناس، أما معجزة الله تعالى فلا تقف أمامها الحواجز. أكيد. النار جعل الله في خاصيته النار الإحراق، والبحر له خاصية الإغراق، والسكين له خاصية الذبح. صحيح. ولكن هذه الخواص تعطلت. النار لم تحرق إبراهيم بإذن الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. البحر لم يغرق موسى وقومه بإذن الله، ولكنه أغرق فرعون وجنده. نعم. الحوت ابتلع سيدنا يونس ولكنه لم يموت بإذن الله. الصبي في المهد لا يتكلم، ولكن عيسى عليه السلام قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نعم، نطقه في المهد. نعم. فلذلك هذه القوانين التي وضعها الله تعالى يعطلها الله إذا شاء لمعجزه. فكذلك تعطلت الجاذبية وخصائص الغلاف الجوي وما إلى ذلك لحدوث هذه المعجزة. وهذا الانتقال أيضا الذي هو أسرع من الضوء أو من الصوت أو ما إلى ذلك، هذا
ليبين لنا أن هذه المعجزة معجزة واقعة. النبي عليه الصلاة والسلام إذن انتقل إلى بيت المقدس، وكان الله قادر على أن يعرج به مباشرة إلى السماوات العلى، ولكن هذا يعطينا أهمية بيت المقدس عند المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيت المقدس بالأنبياء، فقد ربط البراق في ما يسمى الآن حائط المبكى، ونحن نسميه حائط البراق، ربط دابته ودخل إلى المسجد وجمع الله له الأنبياء فصلى بهم. وهذا أيضا يعطينا دليل على أن المسجد الأقصى انتقل إلى ملكية المسلمين أو إلى ملكية محمد عليه الصلاة والسلام، وأن النبوة والرسالة انتقلت إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الأنبياء عليهم السلام يسلمون زمام القيادة والريادة والسيادة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليكمل ما بدأه الأنبياء السابقون، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم، ودليل كذلك على أن الرسالة واحدة وموحدة، يعني بين كل الأنبياء واحدة. وأن هذا رد على جميع الشعوب وعلى جميع الأمم وعلى جميع أصحاب الرسالات إن صح التعبير، أنهم ينبغي أن يكونوا تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام. إذا كانوا يؤمنون بأنبيائهم فأنبيائهم يعترفون بأن السيادة والريادة والقيادة لمحمد بن عبد الله. إذا كان هؤلاء يتبعون الأنبياء ويتبعون الرسل، فينبغي أن يكون تبعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن يكونوا تبعا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يدخلوا معها في دين الله تعالى، لأن هذا المنطق الذي نفهمه. وأيضا فيه مكانة المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الله تعالى ذكر أنه مبارك، ومبارك ما حوله. والمسلمون تفريطهم في المسجد الأقصى فيه تقصير كبير، وفيه ذنب عظيم، وفيه خيانة لأمانة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخيانة أيضا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تسلمه بعد ذلك، وخيانة لصلاح الدين الذي افتتحه، وخيانة أيضا لأجيال المسلمين الذين استشهدوا، ومنهم يعني سيدي بومدين هذا الذي يعني جاهد مع صلاح الدين ويده اليمنى مدفونة يعني في بيت المقدس، وأن حارة المغارب هذه وأن ما إلى ذلك. فبيت المقدس له أهمية وله مكانة عند المسلمين. التفريط فيه يكاد يكون تفريطا في المسجد الحرام، بل من فرط في المسجد الأقصى نخشى أن يفرط في المسجد الحرام. ولهذا هذه الرحلة كان المقصود منها إلى بيت المقدس للدلالة على أهميته ومكانته عند المسلمين على مر العصور وعلى مر الأجيال. نعم، هذه الرحلة إذن رحلة الإسراء التي انتهت إلى بيت المقدس، ثم كانت بعد ذلك الرحلة الثانية وهي المعراج. نعم، والرحلة طويلة، أكيد طويلة ومباركة، وفيها الكثير يعني من العبر والدروس والآيات كذلك. من عجائب قدرة الله تعالى. سنستخلصها في الأعداد المقبلة بإذن الله. أستاذ جمال نصري، شكرا لك على حضورك الدائم معنا في برنامج صباح الخير ضمن ركن الدين المعاملة. شكرا جزيلا. نعم، شكرا لك أستاذنا الفاضل. مشاهدينا الأعزاء، أكيد نعدكم بالعودة إلى موضوع الإسراء والمعراج في أعدادنا اللاحقة لنتحدث أكثر عن تلك الآيات والعبر التي نستشفها من تلك الليلة المباركة التي وصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى عند جنة المأوى. فلنصلي عليه ونكثر الصلاة والسلام من خلال هذا المديح بصوت الفنانة ريم حقيقي. صلى الله على نبينا، صلى الله على نبينا، صلى الله على نبينا، فارس مكة والمدينة، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة سيد حمد، صلى الله عليه يا
أيها المبعوث لنا، أيها المبعوث لنا، أيها المبعوث لنا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، جئت شرفت المدينة، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أنت شمس أنت بدر، أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت والله يا محمد، أنت والله يا محمد، أنت والله يا محمد، أنت بنفحات من الإيمان والصلاة على الطه العدنان تستنير قلوبنا وتستكين نفوسنا، فما أحوجنا إلى هذه السكينة والطمأنينة ونحن نشق دروب هذه الحياة الصعبة والقاسية جدا، نواجه الكثير من التحديات. هذه التحديات أكبرها يتعلق بالصحة النفسية التي تنعكس كثيرا على التصرفات والسلوكيات. كيف؟ سيخبرنا المختص النفسي بعد الفاصل. هي ليست يعني مجرد انفعالات يعني فطرية أو غريزية، بل هي مشاعر معقدة ومركبة كذلك، يصعب السيطرة عليها والتحكم فيها فتتحول إلى حالات مرضية. منها نتعرف عن هذا الموضوع مع الأستاذ رابح لصيف، مقدم ركن فن الحياة. صباحك سعيد، نهارك زين. نهارك طيب، نهارك زين. طبعا كل ورود ليك ولكل المشاهدين طبعا التلفزيون الجزائري. نعم، سنستعرض حالة من الحالات النفسية اليوم وهي تتعلق بالغيرة عند الكبار. والغيرة معروفة عن الصغار بين الأزواج يعني في كل مكان وزمان، ولكن نحن يعني سنخص الحديث يعني بالغيرة أو عن الغيرة، خصوصا الغيرة إذا زادت عن حدها، يعني الغيرة هذه الشديدة حتى تصل إلى حالات مرضية. وتتكلمي عليها بواحد من القلب يعني، خلي من القلب يعني. لا الغيرة الشديدة، التكيان الشديد. لا هو نرجع للإشكالية اللي تفضلتي بها، انطلق منها وأن الحياة كلها تحدي. فعلا تحدي، وليس معناه شيء سلبي كي نقول تحدي. الحياة هي تحديات، هي طموح، وأننا دائما لا نفشل أمام شيء نستطيع تحقيقه الآن، لكن راح نحقه من بعد، يعني راح نحقه بعد لحظة، ما يلزمش نتسرع فيه الآن. من هذا المنطلق نروح للشعور بالغيرة اللي هو حالة انفعالية. الشعور بالغيرة وش معناه؟ هو حبي لامتلاك شيء ما. وأنا تظهر لي الغيرة هذه نتيجة لأسباب. أكيد. وفي فرق بين الحسد، ولكن في البداية الغيرة والحسد، أن الغيرة هذه يعني غريزية وفطرية متأصلة في الإنسان. أكيد الإنسان لما يولد راح يولد هو يكون أناني، لأن أنا لما يكون نكون صغير خلاص مولود. نعم. جديد، نحب كل شيء ليا. نعم، الإنسان أناني بطبعه. لي أناني، لكن التربية، الوسط، المحيط، المعاملات اللي تفضلتي بها هي اللي الأسرية الاجتماعية بالضبط، فتبدأ تنقص تقلص تقلص وتخليني نكون اجتماعي لما نندمج في المجتمع. نعم. ولذلك نقول التربية هي علاقة، هي 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 تفاعل ما بين الآخر، هي عمل يقوم به هذاك الجيل الناضج. الناضج هنا كلمة الناضج، ناضج عاطفي، ناضج انفعالي، ناضج اجتماعي. فهنا النضج
هو هذا ما نقولوش نضج 100%، لكن نقولوا درجة النص تكون عالية جدا بحيث أنني أكون ضمن الجماعة وكون عندي نكران الذات. فهذه كل تنشئة الاجتماعية اللي تخليني، لأن على في البداية كل واحد يحكم طفل صغير نقول راضيع، فهو يبكي روح نجري وليه بكل، هو يحبها هو التمركز حول الذات فهو يعود يبكي باش نجي وليه. نعم هذا من البداية بعد. وبعد بالتدرج وبعد يبدأ بالعقل يبدأ يخرج ويروح للمجتمع. هذه غير عادية، أنا نسميها كما تفضلتي، خلينا نستعمل كلمة الفطرية، خلينا نستعملها. لكن عند الكبير فهو دائما يريد، نهضر على الغيرة العادية. كاين عندنا الحسد، الحسد هو يتمنى زوال النعمة للآخر. نعم صحيح. وأما الغيرة فهو يريد أن يمتلك ما عند الآخر، وأنه يريد أن يزيحه من طريق لأنه منافس له. فهذه من بين الأسباب راح نتكلم عليها، المنافسة. نعم. فهذه الغيرة بأتم معنى الكلمة. هذه المظاهر تاع الغيرة ساعات تكون عنيفة. هذه نتكلم على هذه ما راهش وهامية. يعني رد الفعل عادة يكون عنيف. يكون عنيف. من قبل الغيور. ندور سلوك تاعنا في بعض الأحيان نقدر نروح، مانيش في الوهامية، ما استمرتش المرضية، لكن أنا نتكلم عادية، يعني وين درجة شوية تكون مرتفعة وتبقى في العادي. فهذه ساعات نتيجة لأسباب، فقدان أن الخوف والقلق أولا، دائما يكون خوف خايف، ما عندوش ثقة في نفسه، ثقة بالنفس تكون ناقصة، فبالتالي نعود نغير من الآخر، نشوفه أفضل مني، نشوفه أنا هو على خير مني، إلا هو يهضر أنا ما أقدرش نهضر، إلا هو يقدر يتعامل مع الآخر أنا ما أقدرش نتعامل، إلا هو يندمج مع المجموعة وأنا ما أقدرش ندمج مع المجموعة، إلا هو ناجح في العمل تاعو وأنا ما نجحش. لماذا؟ لأن نقص الثقة بالنفس تخليني عندي القلق والخوف. الخوف فقدان شيء ما كان تاعي، عندي ما كان في الأسرة، ما كان في العمل، قد يجي واحد جديد ينافسني، قد يجي واحد أحسن مني ينافسني، وبالتالي ندخل في الغيرة معه. عندنا المنافسة، حب المنافسة عندنا، هذا كل إنسان من الميلاد يحب ينافس، يحب يكون أحسن. هذه المنافسة عندها شطرين، عندها إما أنني تكون عندها أثر سلبية واللي هي الغيرة، أو إيجابية تعطيني طموح وتزيدني. إذا كان سلبية راح تخليني أنا تشوفوا درنا منافسة في العمل في الدراسة، فنشوف هذاك سبقني وصل حقق الغاية المرجوة وأنا لم أستطيع الوصول إلى مثل هذه الأهداف نحققها. نعم. وش ندير؟ راح نخرج عندي الغير، هذا الشعور هذا علاه هو خير مني، لازم ندير كلش، نستعمل كل وسائل باش نوقفه. فهذه كي نقول هذه يعني تلقاها في الدراسة، تلقاها في البيت. نعم. تلقاها في العمل، تلقاها في يعني حتى في المجال الرياضي، تلقاها في كل المجالات، نتكلم على الكبير. فهذا دائما عنده حاجة واللي هي فقدان، دائماً فق يا بالك تروح لي، بالك القلق، وبالك هذا يدرك يتركه وجاء هذا يدرك يدير هكا. علاه؟ لأن ثقته بنفسه ما كانش. لما تكون عندي الثقة بنفسي وش ندير؟ أنا على بالي أنا الأهداف اللي راه عندي وعندي الخطوة تاعي، وبالتالي أنا مرتاح. نعم ما يقلقنيش الآخر. نعم ذكرت سبب من الأسباب هو نقص أو انعدام الثقة في النفس، ولكن هناك يعني غيرة تكون يعني نوع من التقدير المبالغ فيه للذات، يعني صاحب هذه الغيرة يؤمن بمقولة أنا الأفضل، أنا الأحق، أنا الأجدر. صح. ما رأيك أستاذ؟ وهذه هي ثقة بالنفس، عدم وجود ثقة بالنفس. شوف احنا كي نقولوا مركب سوبريوريتي، يعني مركب، يعني واحد يقول كومبلكس دو سوبريوريتي، هكا مركب تاع واحد يشوف روحه هو كما تفضل، يعني مبالغه في تقدير الذات. هذه واش معناها اصلها نفسيا؟ نفسيا معناها عنده 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 عقده الضعف، فيعوضها بهذه الاشياء اصلها. كي نقول لك كومبلكس دو فيريوريتي، هذا سوبريوريتي معناها يشوف العظمه هو مليح، مش عظمه تاع مريض نفسي، فعظيم يشوفه احسن كيف انا، وهذا يجي وهذا كيفاه واش حط روحه، انا نهضر كما يقولوا يعني. فهنا واش تدير؟ هذا نحس هذا عنده نقطه ضعف، فيحاول يعوض بها، فقط تحليها تلقى هكا. وهذه هي عدم الثقه بالنفس، وهذا خوف من فقدان شيء ما، وبالتالي هو يتعامل بالطريقه هذه كعملية تعويضية. ولا كان نقول لك يقدر يستعمل أشياء أخرى أبعد من هذه، يستعمل لاريمر، يعني يستعمل إشاعة. الإشاعة يستعمل الوسائط الاجتماعية الآن. يستعملهم حتى الطلبة البنات فيما بينهم، الطالبات يستعملنا هذه ويستعملوا الطلبة تاعنا هذه ضد بعضها. فهذه هي ردة فعل عادية تاع واحد لديه مشكل تاع الغيرة، اضطراب
هو هذا اللي تفضلتي به، هذا اللي يحب يقول كفاية الآخر، هو لأنه هو دخل في المنافسة والثقة بالنفس ما كانش، وخوفه هذا هو الخوف من فقدان الشيء هذا، فمباشرة أو يفكر أن الآخر راه جاي يديله تاعه. قد تكون يعني الخوف من فقدان شيء أو فقدان شخص، يعني شخص معين. أكيد فقدان شخص، الزوجة مع الزوج، الزوج أنت يعني مثلا أنت زميلة وحدة ولا زميلتك في مجال الزمالة أو الصداقة يعني، تقول لك آه هضرتي مع هذيك، علاه هضرتي معاها؟ هذه غيرة لأنها تحب تملكك. حب تملك، نعم. تملكك، فها ما طهيش. اي بقى والله غير بعد تقول لك والله غير بالك انا شتاورك، انا قلت لك بارك بصح، هي بالك انا قلت لك شما تهضر لك حوايج هكا، ويا صح مليحه بصح كاين حوايج فيها هكا، اي مليحه بصح كاين حوايج هكا، انا ما نشتيش عليك هكا، تولهي برك تولهي. يعني الانسان الغيور يدفع ضريبه غاليه جدا وقاسيه كذلك، يعني ما دام ما يعيشش هذاك السلام الداخلي ولا حتى الاطمئنان اكيد وعيش جحيم، ضغط نفسي رهيب داخليا نفسيا او ضغط نفسي رهيب، حتى انه هو يوصل في مرحله من المراحل يفكر في الانتحار، قال يعني خلاص كل الابواب سدت، هي لم تسد الابواب، هو فقط ان من شده حبه للامتلاك، من شده انه اريد الوصول قبل الاخر، او خوف انني يزيحني الاخر، افقد صداقه الاخر. او نعطيو مثال، الزوجه او الزوج اكيد انكم انتم باش تكونوا مع بعضكم 100% مستحيل، هذه ما نقدرش نقولها في العلاقات الزوجيه، لكن لما الزوجه تسالك تقول لك واش رايك، والله استاذ انا رحت شفت بصح يعني شفت البورتابل تاعه، ها ومن بعد واش شفتي البورتابل، انا لقيت هذوك هذوك، ومن بعد تقول كي بصح والله قلقت في الليل، ومن بعد قلت لي والله هو، قلت هو وين، قلت لي ورقد، قلت لي ورقد نورمال، قلت وانت قلت جبت لي طنشوف، هي قلت لها دير الكافيسي انت تقعدي، وما كان والو في نار، ما كان والو، دير الكافيسي ومرتاح، والمشكل وين، راح تضيعي روحك وتضيعي الزوج تاعك في لقطه خاطئه، ترك انت على روح نبحث، اني انا متاكده ان الزوج تاعي، اني متاكده الزوج تاعي انا بطريقتي، انا بطريقتي ما ندخلش في الغيره، بالعكس نغير اللي ما يغير ما فيه خير، نهضر على الغيره العاديه، صح نقول زايده كما قلتي تاع الغيره تاع الزوجه اللي تروح، ولا الزوج هذاك ثاني، وكاين الزوج ثاني كما تقولي الزوجه، كاين الزوج اللي نهار طول هو سنه ما منتظر سنه فيريفي نحي لها البورتابل، هذه غيره افراط في الغيره، وهذه ما يخليه لا هو عايش مليح ولا الزوجه تاعو في الدار عايشه مليح ولا الابناء تاعو عايشين مليح، شتي الغيره كما قلتي عايشين ضغط او يوميا، وما يعيشوش الحياه تاعهم عاديه، يعني قلنا في الاسبوع الماضي ولا قبل قلت ما يعيشوش الحاضر، أو يومين يفكر في المستقبل كيف هندير باش نملكه، كيف هندير باش ما نخليش، أنا نخطط في المستقبل، الحاضر تاعي ما عشتوش، وأنا لازمني نعيش الحاضر باش كي نسقط في المستقبل راح نعيش مليح، إذا لما عشتش الحاضر مليح أكيد راح المستقبل ما يكونش مليح، نفس الضغط والمرض النفسية الجسدية راح تكون لي في المستقبل، وبالتالي ما نعيش، هذه قلت لك هذا الضغط اللي عايشينه الغيرة، باسكو من داخل واش؟ ها صاي أول بوست هذاك والله داولي في الخدمة أو جاكشت أو دعوة ما دولي صاي دولي البوست هذاك، وبقى هكا يخمم واش ندير، سنة نشوف هذاك بالك، سنة نفتن بين هذا، سنة ندير الإشاعة هذيك، سنة هكا نفكر، هو يفكر على قلت لك عنيفة، ردود أفعال عنيفة، لكن هذه الأفكار تاعك لو أنك أنت تمشي مع تنقص، أنا نقول لك هي أهم شيء استرجاع الثقة بالنفس في العلاج، فأنا نقول لو أني أنا نمشي، قال خلي احنا نخدمه، وطبعا على مدى هو المرأة انا متاكد باللي قادر نديها طول الزمان ويقصار راح نديها، نعم درك واش ندير، عطيت واحد الراحه النفسيه، عطيت الاطمئنان لذاتي لنفسيتي، قال خلي يديها صدي مانيش عارفين، قادر هو يديها الان وبالك يقلق يبدل المهنه مانيش عارفين، بالك هو يجيه ملاك ويجيه حاجه ويولي تجاره، من واش عارفك انت وتدي انت المنصب، ماكش عارف اذا راك تصارع على حاجه اللي في المستقبل ما بالكش واش راح يحدث. صحيح. اذا انا نفكر الان كيف نعيش مليح، هاني معاه نضحكوا، والمنافسه شرعيه انني نتنافس معك شرعي. نعم نفكر بهذه الطريقه من يمتلك يعني شخصيه سويه متوازنه. اكيد. هكذا. اكيد. يعني يكون كذلك عقله هكا ناضج عنده نضج ووعي أكيد. كذلك. اكيد. انا نتكلم في الافراط في حاله عاديه، لما تكون وهامي اسمها وهاميه. يعني اني نتخيل يا ما كانش. نعود نشوف، لان ساعات حب الامتلاك، انا ساعات نقول اللي مدلل بزاف، مش نقول مدلل، انقطي قاطي ما
لازم يكون قاطي. انا نضع له قاطي نستعمل التيرم اسمح جو ميكسكوز المدلل في افراط يعني قاطي بوري كما يقولوا باللغه الفرنسيه. هذاك عنده الغيره دائما. ربينا يحب روحه حتى تلقي ام الطفله تكبر ومع ولدها غدوه يتزوج تغير منه. نعم فقط الان في دقيقه في دقيقه في دقيقه وليح على الدقيقة. طيب حكينا على الأسباب، عرفنا يعني مختلف الأسباب اللي تدفع إلى الغيرة، ولكن الآن حبينا نعرفوا إذا في علاج، هل تعالج الغيرة؟ في الأشياء العادية تعالج. أولا احنا ما نخليش وقت الفراغ، دايما عندي رياضة، عندي موسيقى، عندي زملاء نقعد معاهم نحكي باش ما نخليش وقت الفراغ لنا. وقت الفراغ يعطينا أفكار والأفكار هذيك تأثر علينا. عندنا حاجة ثانية هو استعادة الثقة بالنفس. واحد يسمع فيها قال هي كيف نديرها؟ استعادة الثقة بالنفس أنك أنت بعد دير حاجة اسمها لوتو سيجستيون، الإيحاء الذاتي. أنت مع روح قال إيه معليش دوك خليني أنا نزيد أكثر وهو يزيد وخليني نتنافسوا وأنا على بالي بروحي ما نديهاش دوك نديها من بعد. أنا على بالي لازم القدرة تاعي نكون على بالي بها. إذا زادت ولات وهامية بزاف هذه لازم يروح لأخصائي أو طبيب. شكرا لك استاذ رابح الوصيف يعني على تفصيلك في هذا الموضوع وعلى اقتراحك ايضا لهذا الموضوع اللي راح تزيد تفصل فيه يعني في اعداد لاحقه ان شاء الله. ما راح تحدثنا على الغيره عند الازواج، الغيره عند الاطفال، والغيره حتى بين الزملاء. سمحنا درك بدلنا نقروا راح ندخلوا الديتاي، راح نمشي في هذا الموضوع ان شاء الله. كاين شي اشكال الى ابعد يعني ان شاء الله في هذا الموضوع طبعا لتقديم النصائح والارشادات فقط. اكيد المهم اننا نفيدوا الاخر. اكيد شكرا لك مجددا استاذ رابح الوصيف، يومك سعيد وموفق. يومك اسعد وكل المشاهدين طبعا ان شاء الله. اقول فقط انه يعني الغيره حقيقه نرى هي موجوده يعني في كل مكان، موجوده في البيوت، موجوده في فضاءات العمل، حتى في الاحياء بين يعني الاصدقاء والزملاء، كذلك بين الاخوه. ولكن الغيره التي نبحث عنها والمستحبه كثيرا هي الغيره التي تدفع للمنافسه الطيبه الشريفه وتدفع ايضا إلى الأفضل، هي تسعى دائما إلى الأفضل طبعا، وهي تمتلك طاقة للحب والتفاني والصبر والتضحية. هي نموذج رائع في مواجهة أخطر الأمراض. الأمر يتعلق بالسيدة قداري أسماء في هذا البورتري، نتشرف بالتعرف عنها من خلال بورتري ليليندا شعبان. السيدة أسماء قداري ربة منزل وأم لطفلين، تمارس مهنة التمريض بولاية قسنطينة وتقوم بواجباتها على أكمل وجه، ولا أحد منا يستطيع أن يعرف أنها مريضة بمرض التصلب اللويحي الذي يؤثر على الجهاز العصبي بشكل رهيب. أنا إنسانة عادية خارج الانتكاسة كأي امرأة جزائرية عاملة، نعمل جو في مون طرافاي الاولاد قرايتهم، جانسيست بوكو سور قرايه الاولاد. حسب ولات معروفه، ماشي معروفه اون طونك معروفه اون ميدسين للدرك، معرفوا لها الواحد تاعها المصدر تاعها، وبربي ان شاء الله يلمان لو تريتمون في لو بون شومان ان شاء الله. معاناتها مع هذا المرض المزمن بدأت منذ سنة 2009 بعد أن أصاب والدتها المتوفية وترك أثرا لا نقول أنه سلبي بقدر ما هو إيجابي، إذ جعل من أسماء رئيسة لجمعية مرضى التصلب اللويحي تناضل وتكافح رغم الصعوبات التي تواجهها في الميدان. أنا أحقد على سكليروز أون بلاك، ما نحبهاش. Elle m'a fait perdre ma mère. Rabbi yirhamha mamti. Mais bon, actuellement, ana houa li mrida bhad la maladie. Bsah ana lhiqd taei hada developito autrement. Aatit lo sifat ani ntaaish en amitié. Tqedri taishi en amitié ma adouk. Ana qdert tqabeltha w rani gaada n'arf biha lelnas. Hadi sa fait une arme. Sa fait silah. جست واحد يعرف باللي راه مريض وإي سورا بري اون شارج، هذا بو موا انا هذا هو سلاحي. هذا المرض يجي تدريجي بار بوسي، يعني واحد لاباس عليه حتى يلقى ربما البصر نتاعو راح، يلقى روحو يدوخ، يلقى روحو سطر، وكي تروح عليه هذيك لا بوسي هذيك يولي يسترجع، يولي وكانه عمره ما مرض. وان شاء الله الاخت اسماء تمشي بعيد في المعركه نتاعها، نتمنى لها ما تغلبش.
لانه كون خليوها وحدها راهي تغلب وما تقدرش تروح يعني تغلب. ولهذا لازم كل نكونوا معها اللي يد في اليد. وان شاء الله الوالدين ربما اللي لا سب اللي ما يعرفوش المرض اليوم ربما يعودوا يعرفوه يعودوا يتصلوا على مستوى ولايه قسنطينه يتصلوا بالاخت اسماء اللي ربما راح تسهل لهم الامور، لانه هي المرض هذا راهي يقول لك الطبيب النفس مولاها راهي عاد تحافظ المرض من جميع النواحي. ونتمنى لها كل النجاح وربي يعطيها صحتها ويخليها دائما دافع على المريض. هي رمز للمرأة الجزائرية الفولادية التي أثبتت أنها أكثر صلابة من مرض التصلب اللويحي، وتبعث برسالة لكل المرضى قائلة: تفاءلوا فأنتم الأقوى. نعم، هي رسائل أمل حملتها السيدة القوية قداري أسمى إلى كل المرضى، وحملتها أيضا إلينا نحن الأصحاء حتى نتذكر نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. هي نعم حبانا بها الرحمن عز وجل، منها نعمة الصحة والعافية، وأيضا أنه رد إلينا أنفاسنا، وكذلك لم تنقطع نبضات قلوبنا. هذه النبضات يحدثنا عنها علميا وطبيا كذلك الدكتور المختص بعد الفاصل. حيوي للصحة هو معدل نبضات القلب، هكذا دكتور وليد بقيرات مختص في أمراض القلب. أهلا ومرحبا بك، صباحك سعيد. صباح النور، صباح الصحة والعافية إليك ولجميع المشاهدين والطاقم العامل معنا. إن شاء الله في هذا الربع ساعة سنحاول أن نتحدث أو نكمل الشيء اللي بدينا فيه المرة الفائتة، وكنا تحدثنا على خفقان القلب. صح، نعم. وتحدثنا خصوصا على خفقان القلب ردة الفعل كما سميتها، وإن القلب راه طبيعي وهذا الخفقان هو مجرد ردة فعل لأمر آخر. نعم، ولكن اليوم سنتحدث على الجوانب المرضية لخفقان القلب. نعم، الأعراض المرضية منها عدم انتظام أو تسارع نبضات القلب. أكيد، من بين هذه هناك عدة حالات لخفقان القلب المرضي، لكن قبل ما نبدأ نتحدث على هذا الخفقان تسمحي لي باش نذكر فقط بالنسبة للمشاهدين. نعم. اللي ربما ما شافوناش المرة اللي فاتت نتحدثوا على أنه القلب راهو يمشي بكهرباء. صحيح، نعم. باش نتخيلوا القلب مع بعضنا، القلب هو عبارة عن مضخة، هذه المضخة راهي متكونة من أربع غرف، غرفتين صغيرتين تسمى بالأذينين، وغرفتين كبيرتين تسمى بالبطينين. نعم. إذن القلب نتصوروا الجهة مثلا اليمنى تاع القلب، راهي أنبوب يوصل الدم إلى أذين، غرفة صغيرة، الغرفة الصغيرة تحتها غرفة كبيرة تسمى البطين، والبطين يخرج منه أنبوب آخر ليغذي جميع أعضاء الجسم. وعمل القلب هو عبارة عن انبساط من خلالها يتعمر القلب بالدم، ثم انقباض. هذا الانقباض هو اللي يضخ الدم في الأوعية. وهذا الانقباض والانبساط يتحرك بكهرباء، ويتولد هذا الكهرباء من نقطة يسميها العقدة الجيبية الأذينية. هذه العقدة هي اللي تمد الكهرباء للقلب، ومن ثم تبدأ في الأذين الأيمن وتروح للأذينين ثم إلى البطينين. ومن عظمة الخالق أنه العقدة هذه تحتها مباشرة عقدة أخرى تسمى العقدة الأذينية البطينية. نعم. تكبح قليلا سرعة الكهرباء. وإلا إذا كان ما كانش هذا الكبح، هذا النقصان في السرعة، راح لعضلة القلب كامل راح تنقبض في وقت واحد، وهذا ماهوش طبيعي. دونك لهذا نفهم جيدا أن القائد تاع كهرباء القلب هو هذا العقدة اللي في الأذين. طيب ماذا يحدث لو أمور حدثت والقائد يفقد التحكم؟ نعم، إذا صار خلل أو اضطراب يعني على مستوى على هذا المستوى ويفقد التحكم، راح نتحدث على أمر يصرى لنا جميعا بكل ما كاش لما تصرالوش، اللي هو بالفرنسية يسموها ليكستراسيستون،
الاكسترا سيستول بالعربيه، لاني بحيث كيف يسموها بالعربيه يسموها اما الضربه الساقطه او الخوارج الانقباضيه. وش الخوارج الانقباضيه او الضربه الساقطه؟ هي المرض يجي يقول لك اني نحس بالقلب تاعي يتوقف، ومن بعد تجيني ضربه قويه، يعني كما نقولوا احنا الخبطه، خبطه زايده، خبطه زايده تجي، خبطه بصح مش خبطات وراء بعضهم، ولكن الخبطه يعني على فترات، على فترات القلب يخدم كي الساعه دقة دقة دقة، ومن بعد الدقة هذه تجي قبل وقتها بريماتور، يعني تجي قبل الأوان. هذه الخبطة اللي تجي قبل الأوان تجي ما تجيش من من مولد الكهرباء اللي قلنا العقدة اللي كنا نحكي عليها، يعني ولكن تجي من جدار القلب، من بؤرة غير عادية نسميوها ليكستراسيستول. وهذه المرضى صرا لنا بوك اللي كما قلت لكم في المرات اللي فاتت باللي القلب يدق 100,000 دقة في اليوم. من بين 100,000 دقه هذه كاين دقات شارده هكا اللي نسميهم ليكسترا سيستول، طبيعيه جدا وما نحسوش بها. وكتاش تكون ماهيش طبيعيه؟ اولا لما يعود المرض يحس بها، وثانيا لما تعود كاينه بزاف، يعني تكون متسارعه، يعني تكون من اكثر من 10,000 مثلا في النهار. هنا يعود الانسان يحس بها ويجي باش يتقلب على هذا الشيء، يقول لك نحس بقلبي يخبط ويحبس ويعاود يزيد يعاود كما يقولها هما يديماري بقوه. علاش؟ لانه لما تجي هذيك الدقه اللي تجي قبل اوانها القلب يتوقف قليلا، يتوقف طبعا ماشي يتوقف لكن هي برهه من الزمن باش تجي الدقه اللي وراها تجي صحيحه، يعني تجي عاديه. هذيك يحس بها الانسان نسميوها لو غوبو كومبونساتور، نحسوا شغل قلبنا حبس، وهذه نسميوها ليكسترا سيستول. لما تكون قليله تقدر تصرى لنا كي نشربوا القهوه، تقدر تصرى لنا كي نتقلقوا، لكن لما تكون بزاف راهي حاجه غير عاديه. وتقدر تجي من جدار الاذين ولا من جدار البطين. على هذيك نسميوها ضربه ساقطه اذينيه ولا بطينيه. نعم. طيب ما هي عوامل الخطوره التي ترتبط يعني بهذا الخبطات كما نقولوا احنا؟ قلت لك لما تكون العدد ماهوش كبير ماهيش مكان حتى خطوره، هو امر عادي. لكن لما يكون العدد كبير هنا يولي اولا المريض اللي يجيني، دونك تصوري ان كل خطره دلك دقه، ولما يزيد العدد الدقات الخارجه هذه عن اطارها القلب راح يتورم، راح تكون مضاعفات ويكون من بعد انتفاخ في عضله القلب ولا تمدد في عضله القلب، وهذه حاجه بالتاكيد ماشي مليحه. كاين امر اخر، اذا كانت الدقه هذه، وهنا راح نجاوبك على سؤال كنت طرحتيه المره اللي فاتت، اذا كانت الدقه هذه تجي مره في الفال كما نقولها ما فيش مشكل، تصوري ان البؤره هذه اللي نقولوا البؤره الغير عاديه اللي راهي في جدار القلب تخبط الخبطه الاولى وما تحبش، نفس البؤره زيد تعطيك ضربه ثانيه وزيد تعطيك ضربه ثالثه ورابعه وخامسه في نفس الوقت، والضربات هذو بكل يجيو قبل اوانهم. اذا هنا راه واش صرا؟ تسارع غير عادي لعدد ضربات القلب من بؤره غير المولد الطبيعي. وهنا راح تعطينا تسارع اللي يعطينا فوق ال 140 فوق 150. نعم. تقدر توصل التسارع هذا يوصل حتى الى 250 يعني ضربة. هنا تكمن الخطوره، هنا نخافوا، يعني تصور هنا نخافوا، وهنا المريض ما يقدرش يتحمل الدقات هذو. تصوري ان دقه القلب هذه تقدر توصل الى 250 تسارع مثلا، اذا كان البؤره في الاذين نسميه التسارع الاذيني، واذا كانت البؤره هذه اللي كنا نحكيوا عليها في البطين تسمى التسارع البطيني. تصوري ان دقات قلبك وانت جالسه تدق 200 ولا 250 في الدقيقه، ما كانش حتى عبد يقدر يتحمل عدد الدقات هذو، وهنا الانسان راح يروح بسرعه الى المستشفى. وهنا راح كاين اطباء القلب. هنا يعني ما هي الاسباب اللي يعني تقدر تخلق مثل هذا الدقات ولا تدفع الى هذا يعني الخبطات القويه والسريعه كذلك؟ طبعا هناك عده اسباب، من بين الاسباب هذه مثلا الامراض التاجيه، الشرايين التاجيه. اذا امراض الشرايين التاجيه لما يكون عندنا مثلا انا فاختو دو ميوكارد مثلا، هذا راح نعطيك مثال، ويكون الدم يتوقف لانه كاين هنا انسداد في شرايين، يعني نوع من تصلب الشرايين هكذا، تصلب الشرايين او الانسداد التام للشرايين، راح يحدث انه هذيك العضله الجزء من العضله المغذى بهذاك الشريان راح تتوقف فيها الحياه، بؤر يعني نقص فيها الاكسجين. هذيك البؤره هي اللي تسبب مثلا في
حدوث هذا الدقات الغير طبيعية اللي تمد لنا التسارع الغير طبيعي اللي لازم المريض يأخذ دواء بسرعة. كاين حتى أوقات اللي طبيب القلب راح يرقد المريض هذا ونديروا الصعقة الكهربائية حتى نرجع نبضات القلب إلى طبيعتها. مثلا تقدر تكون أمراض العضلة، أمراض العضلة خصوصا عند تضخم في العضلة أو التمدد العضلي راح يمد كذلك مرض في الخلايا اللي تمد هذا البؤر اللي تمد لنا التسارع الأذيني أو التسارع البطيني. كاين مرض آخر هنا نشوفه باللي مثلا قلت لك لما البؤرة تمد هذا الخوارج الإنقباضية أو هذه الضربات الساقطة وراء بعضها تعطينا تسارع منتظم. في بعض الحالات هذا التسارع غير منتظم، وهذا خصوصا يحدث لنا في الأذينين. وش يحدث؟ يحدث أنه المولد الكهربائي اللي هو النوسينوزال، يعني اللي سميناه قلت لكم العقدة الأذينية، تتوقف تماما عن العمل، ويوليو عدة بؤر في الأذين هما اللي يمدوا الكهرباء هذا. إذن وش راح يحدث لما تكون عندنا عدة بؤر؟ وكأنه لأنه القلب، باش نفهم المشاهدين كيفاه يتعمر، لما يجي الدم 80% من الدم يمر مباشرة إلى البطين، وال20% اللي بقات عضلة الأذين تتقلص تنقبض باش تكمل تعمر الأذين. إذا حدث هذه النبضات المختلفة في الأذين، الأذين راح يفقد الانقباض ويؤد العضلة ترتعش فقط، إذا راح ينقص التعمار تاع البطين، إذا ما يتقدرش يتعمر مليح، وفي نفس الوقت تؤد دقة القلب غير منتظمة تماما. هذه نسميوها الرجفان الأذيني أو الذبذبة الأذينية. وفي هذه الحالة المريض يحس يعني بنفسه ماهوش مليح خلاص، لأنه دقة القلب تاعو غير منتظمة. يقدر يحس كما قلت الخطرة اللي عدات بدوخة، يحس كذلك بالهبوط هذاك، ربما حتى بإغماء لما تكون غير منتظمة وسريعة جدا. يقدر حتى يحس بإغماء، وراح يكون نقص في الفعالية نتاع القلب، لأنه كمية الدم راح تنقص ب 20%، لأنه ما كاينش انقباض، كاين ارتعاش فقط. هذه نسميوها لا فيبريلاسيون اتريال، يعني ارتعاش في الأذين. وكاين حتى خطورة أخرى، لأنه الطبيعة ما تحبش الركود. إذا كان الكمية تاع القلب 20% ما قدرش تكمل باش تهبط، راح يكون ركود في الأذين، وهذا الركود في الأذين يؤدي كذلك إلى تجلط في الدم في الأذين، وراح تعطينا الجلطات هذوك اللي بعيد الشر تعطين بعد كما نقولوها لي زافيسي، الناس اللي تشلوا جلطات دماغية وكذا، للناس لأنه كاين فيهم خطأ أنه جميع من يتشل ولا يدير جلطة دماغية هي ارتفاع ضغط الدم، لا، لأنه كاين أمور أخرى من بينها هذه اللي هي رجفان الأذيني. إذن هنا ما نكتفيوش باش نداويو الرجفان، لكن كذلك نمدوا لك كان تشفي الاخت فيروز الادويه اللي تساهم في سيلان الدم باش نتفاداو هذاك الركود اللي يحدث في الاذين. نعم، بقاتنا دقيقه فقط من هذا البلاتو، لا باس فيها يعني تقدم نصائح يعني لكل المشاهدين الاعزاء باه يتفاداو يعني هذا الخبطات يعني القويه المتسارعه اكيد اللي راح تنعكس بالسلب على الصحه تاعهم. اكيد والله، هو عضله القلب هي يعني حاجه اللي لازم نحافظوا عليها، يعني هي حاجه عطاها لنا ربي لازم تكون الحفاظ، نحافظوا على الجسم تاعنا كامل وخصوصا على عضله القلب. ومن اهم الاشياء انا ديما نقول للمرضى تاعي انه كاين امور اللي يعطيها لنا ربي لا غالب، اللي تجيك مثلا لما الواحد عنده مرض السكر ولا مرض ارتفاع ضغط الدم، لا غالب هذا راه مكتوب ربي، لازم نحاولوا اولا نداويوها حتى ما تحدثش مضاعفات. لكن كاين امور اللي نديروها احنا بيدينا، هذه اللي ننصح المشاهدين الكرام والمرضى اننا نجنبوها، يعني الكميات الزائده من القهوه، علاش عندك قهوه حتى زوج قهوات في النهار تكفيك وتنشطك وما شاء الله وتبقى مفيده للجسم. التدخين يعني راهو افه كبيره، يجب ان نتوقف على التدخين حتى نحافظ على الجسم تاعنا، ومن بين الاشياء اللي نحافظ عليها هي عضله القلب. النشاط مش لازم الرياضة، نقولوا الناس اللي ما يقدروش يديروا الرياضة لازم على الأقل مشي 30 مشي سريع يوميا في الأسبوع،
حتى نحافظ على نشاط القلب، نتفادوا التوتر. ونزيد نختم لكن خلص الوقت، نقول أهم حاجة بالنسبة للقلب أنه القلب يكون مريح، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان يقرأ القرآن، يتفكر بلي كاين ربي، وبهذه الأمور إن شاء الله يبقى الإنسان يعني يتفادى هذا الاستراس هذا اللي راح يتسبب في عدة أمراض إن شاء الله يا رب. وأنت دكتور يعني مديتنا الكثير من الراحة والصحة في ركن عيادة، فقط للأسف سنودعك من خلال هذا الركن، ليس اليوم فقط، ولكن سنستقبل يعني برنامج صباح الخير في أعداده اللاحقة إن شاء الله أخصائيين في مجالات متعددة أخرى، طبعا لإفادة المشاهدين أيضا والإجابة عن كافة تساؤلاتهم وانشغالاتهم المتعلقة يعني بصحتهم دائما. أشكرك جزيل الشكر وتحية تقدير وعرفان لك من خلال هذا البرنامج. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. نتمنى أن وصلنا الرسالة إلى المشاهدين ولو بجزء بسيط، حتى تكون وأننا عند المريض الجزائري وعند الإنسان الجزائري ثقافة صحية. وشكرا جزيلا لك مره اخرى. توفقت اكيد دكتور في خلق هذه الثقافه الصحيه، وبسطت الكثير من المفاهيم المتعلقه بالصحه وحتى الامراض بصفه عامه، ووصلتها بطريقه جميله يعني ومبسطه الى يعني جمهور المشاهدين. شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا جزيلا، بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله تبقى معنا فقط في برنامج صباح الخير. هذه المره سندعو مشاهدينا الاعزاء دائما في مجال الصحه لنرافقهم من خلال هذه الخرجة للعمل التطوعي مع أفراد جمعية رائدة الصخر العتيق، وهذا الروبورتاج لزميلي محمد سمولي. تجاهدن وتضحين يوميا لأجل إنقاذ العديد من الأرواح، وتساهمن في إطفاء الآلام ومنح الحياة، بما يصطلح على تسميته الجيش الأبيض، بطلات مثابرات مكافحات تعجز الألسن والكلمات على وصف دورهن بالمجتمع، مما جعل جمعية الصخر العتيق تقوم بلفتة صادقة لهن بالمستشفى الجامعي ابن باديس على مستوى مصلحة طب النساء والتوليد. في هذه الجائحة تلمينا حطينا، ما عندناش خيار واحد آخر، خممنا ما كانش خيار، لازم اليد في اليد. والحمد لله نترحموا على القابلة عواطف عجابي اللي وافتها المنية بسبب جائحة كورونا، و 25 سنة الله يرحمها ويسع عليها. سانوزا توشي ان جيست لي سانوزا في شو كور دووا او كور فريمون ساتوندي با ايتي فاتا فريمون طيبة يعني سانوزا في فريمون شو كور. Ça nous encourage. Merci beaucoup. On vous remercie infiniment. Et هي هذه الجمعية هذه ماشي c'est pas son premier ses premiers gestes. Ils ont l'habitude d'activer جمعية tradition صخر العتيق. Vraiment merci beaucoup. يعطيهم الصحة. ماذا بينا التفاتات اخرين ثاني. هاد الانشطة وهاد لي اكسيون حفزونا باش نديرو بلوس. C'est une motivation pour tout le personnel. Au moins تفكرونا. كثر خير هاد كما قالها الاخر الجمعيات الخيريه، وان شاء الله بالتوفيق وبون كونتينيواسيون. هذا واش نقول لكم، يعني المراه هي الحياه، المراه هي الام، هي الاخت، هي الزوجه. يعني احنا قصدنا مصلحه الولاده في اليوم هذا، يعني المراه ما عندهاش يوم واحد نحتفلوا به. المراه عزها يعني الله وعزها الرسول عليه الصلاه والسلام، اوصيكم بالنساء خير يعني ثلاث مرات في حجه الوداع، يعني يعطيك الصحه. دونك المراه اذا صلحت المراه صلح المجتمع الكل، يعني ورانا في مكان يعني اللي المراه تمد الحياه، يعني في بعض الاحيان المراه تفقد الحياه باش تعطي الحياة للمولود جديد. يعني واش نقول انا لهنا، ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وربي يقدرنا ان شاء الله باش نكونوا فعالين تاع خير. وانا هذه رسالتي للجمعيات والمجتمع المدني. جراحات، طبيبات، قابلات التوليد، ممرضات وتقنيات الصحة العمومية حاضين بتلك اللفتة الرمزية من التكريم في العيد العالمي. المبادرة الخيرية مست أيضا نزيلات مصلحة الولادة. هذا هو المجتمع المدني اللي يكون في السراء والضراء، يكون واجد في كل وقت في الفرح وفي القرح. وإحنا شفتوا أنه اليوم العالمي للمرأة 8 مارس جاوا باش يكرموا النساء القابلات وكل النساء اللي موجودين على المستشفى الجامعي، وخاصة قسم الولادة الصخر العتيق. مرة أخرى نقول لهم يعطيكم الصحة، بارك الله فيهم، ونتمنى دائما
يعني يبقوا قدوة لجمعيات أخرى. يعني نشوف المرأة اللي راهي تربي واللي راهي تولد وتربي وزيد هذاك اسمه تساقف. يعني اليوم لقينا المرأة هي اللي واقفة قدام الرجل. الحقيقه راكم مشكورين سورتو لي ساج فام تاعنا سورتو في لا بيريود تاع لا كوفيد هادي عندنا اون بيريود تري تري ديفيسيل سورتو لي ساج فام ونترحم اننا فقدنا قابله في في مقتبل العمر 25 سنه يعني نشك الشاهد تواجب وحنا رانا هنا ومازالوا مازالوا يخدموا مدام يعني يعني فريمون نقول لهم شابو با القبعه نحاني قدام هاد النساء وهاد لي امهاتنا وخواتاتنا. واليوم هذا مش يوم احنا نحتفلوا بهم 365 يوم. فعيد سعيد مبارك للمرأة الجزائرية المكافحة، فقد حق لها أن تحاط بعين الفخر والاعتزاز والاحترام. صباح الخير من جديد، نهاركم زين وسعيد، والصباح رباح لكل أحبة الذين التحقوا بنا وانضموا إلينا اللحظة. ربما فاتتكم يعني بعض الفقرات والمحطات، بإمكانكم أعزائنا أن تتداركوا المشاهدة والفائدة والمتعة كذلك من خلال تقنية التواصل والتفاعل عبر صفحة التلفزيون الجزائري على موقع فيسبوك. طبعا تفاعلوا معنا، ابعثوا باقتراحاتكم أرائكم كذلك نقدكم البناء أعزائنا. فقط ابقوا في المشاهدة الآن، أنتم على موعد مع هذا الركن الذي يعنى بالتغذية الصحية مباشرة بعد هذا الفاصل. وحفاظا على صحتنا يجب أن يكون لدينا نظام غذائي صحي متوازن غني بتلك العناصر الغذائية طبعا المتنوعة. ما هي هذه العناصر التي تمنحنا الطاقة الكافية أيضا تعزز المناعة؟ سنعرف مع الدكتورة المختصة في التغذية الحاضرة معنا في ركن فيتامين. صباح الخير، نهارك زين. صباح الخير أخت فيروز، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. دكتورة حنان قاضية أستاذة بمعهد يعني التغذية والتغذي بجامعة قسنطينة واحد، مرحبا بك من جديد. وراح نفصلوا في موضوع يعني هام جدا يتعلق بمعدن من المعادن اللي خلفناه، يعني حكينا يعني في مختلف معادن بقى معدن الحديد، نعرفوا أهمية وحيوية كذلك هذا المعدن. نعم، كما تفضلتي يعني تكلمنا على سلسلة من المعادن، اليوم حنتكلم على معدن يعني جد مهم كما اللي زوليغو إليمون اللي هدرنا عليهم سابقا. يعني كل أوليغو إليمون عنده أهميته بالنسبة للجسم، ما نقدروش نقلله من أهمية العناصر الأخرى، وإنما اليوم حنتعرفوا على عنصر آخر لوفيغ اللي كي نقول لك الحديد الناس كل يعني عامة الناس تقرنوا مباشرة بفقر الدم بالانيمي. نعم يعني لوفيغ عنده يعني النقص تاعو يؤدي الى فقر الدم، مي اليوم حنتعرفوا عليه عن قريب ونشوفوا فوائده واهميته وادواره وين نلقاوه قداش نحتاجو في بارابور للسن بارابور لو سيكس اكسيتيرا. يعني الحديد هو ستانوليغو اليمون، كما قلنا لي زوليغو اليمون هما عناصر يحتاجها الجسم بكميات قليله، ونقصها ولا الزياده فيها يدي الى اضرار صحيه جسيمه. فوالا لوفيغ يعني هو عنده ادوار كثيره، ولكن اهمها انه يدخل في تكوين الهيموغلوبين، الهيموغلوبين اللي يكون الكريات الحمراء، وحنا نعرفوا الكريات الحمراء عندها دور كبير في نقل الاكسجين يعني من الرئتين الى مختلف الانسجه ومختلف الخلايا. هو ايضا يدخل في تكوين الميوغلوبين اللي هي اون فورم دو ريزيرف لتخزين الاكسجين على مستوى العضلات. يدخل ايضا في تكوين لا تي بي، يعني كي نقولوا لا تي بي معناتها الطاقه. يدخل في تكوين الاديان يعني الاحماض النوويه. عنده دور ايضا في تكوين الناقلات العصبيه كما الادرينالين نورادرينالين لا دوبامين. عنده ايضا يعني كي نشوفوا عنده دي بروسيسوس فيتو يعني عمليات حيويه عديده، يعني حتى في نمو الخليه في تفاضل الخليه الى اخره. وليه يعني كذلك تاثيرات على الدماغ يعني نعم الجهاز العصبي عموما مادام يدخل في تكوين الناقلات العصبيه عنده دور كبير ايضا في 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 كما قلتي الجهاز العصبي. يعني هنايا كما نقولوا لوفيغ عنده ادوار كبيره وعديده اللي ما نقدروش نختصرها يعني في حصه ولا في كالكو مينوت، مي ذكرنا يعني اهمها.
طيب تفضلي زيدي تقرينا يعني اهم الوظائف الخاصه يعني بمعدن الحديد. اذا مثلا اكثرنا من هذا المعدن وافرطنا فيه يعني في تناوله من خلال الاغذيه ماذا يمكن ان يحدث؟ اذا يعني فرطنا كذلك ولا انقصنا ماذا يحدث من مضاعفات؟ جيد، يعني كما قلنا كل ما يكون زياده ولا نقصان حيكون عندهم دي ريبيركسيون. قبل ما نروحوا للاعراض نتاع الزياده والنقصان قداش نحتاجوا؟ يعني قداش نحتاجوا الانسان يعني من الصغر يبدا ينمو، يعني احتياجاته راح تزيد، وبالتالي نلقاو لي زابور ريكوموندي رايحين ويزيدوا. كيما نقولوا احنا من 6 اشهر الى 9 سنوات عندنا 7 ملغرام في اليوم، من 9 سنوات ل 12 سنه عندنا 8 ملغرام في اليوم. بالنسبه لسن المراهقه اللي هو سن البلوغ هنا يختلف، يعني نكونوا كيف كيف بالنسبه للذكر ولا للاناث، للذكر ولا الاناث. كي نوصلوا لمرحله المراهقه وين هنايا سن البلوغ بالنسبه للمراهقات حيروح حتى ل 14 ملغرام في اليوم بارابور لي زادوليسون، يعني للذكور لي 12 ملي غرام في اليوم. وهذا راجع لي غاغل يعني لي مونستروياسيون لي العاده الشهريه. وبالتالي هنايا الانثى تحتاج اكثر يعني من الحديد بالنسبه للذكور. كي نروحوا للسن يعني من 19 سنه حتى لتقريب 50 سنه عندنا ثاني فرق ما بين الرجال والنساء، يعني بالرجال حنا 11 ملي غرام في اليوم. باغ كونتخ بالنسبه للمراه لان هذا لاج نسميوه لاج دو بروكرياسيون، يعني المراه نون سولمون عندها سي ريغ مي في نفس الوقت قادره يعني مهيئه للولاده. وبالتالي الزياده والاحتياجات نتاعها حتزيد، وكل ما تزيد الاحتياجات لازم يكون لابور. بعد 50 سنه يولي كي المراه كي الرجل يعني عندهم نفس الاحتياجات، هي تقريب 11 ميلي غرام. بالنسبه للمراه الحامل، المراه الحامل تحتاج يعني احتياجاتها اكبر، احتياجاتها اكبر لانها احتياجات راجعه للجنين، الانسجه اللي ترافق الحمل. وبالتالي هنايا نروحوا حتى ل 25 35 ميلي غرام في اليوم. وين نلقاو الحديد؟ يعني نلقاو الحديد عندنا مصدرين. عندنا مصدر نسميوه لو فيغ امينيك اللي نلقاوه ايسونسيالمون في تو سكي برودوي كارني، يعني من مصدر حيواني نلقاوه في اللحوم وخاصه اللحوم الحمراء. نلقاوه ايضا في الاسماك، نلقاوه في لي فروي دو مير يعني فواكه البحر. وعندنا لو فيغ نون امينيك اللي نلقاوه اون جينيرال في لي فيجيتو، نلقاوه يعني في النباتات ونلقاوه ايضا في الحليب وفي البيض. وين يعني اللي نلقاو اكثر في لي ليغومينوز يعني البقوليات خاصه العدس واللوبيا، نلقاوه ايضا في لي زيبينار يعني السلق. يعني هادو هما اللي يكونوا غنيين بالحديد. ولكن هنايا ننوه بملاحظه يعني جد مهمه، الحديد اللي يجيني من مصدر حيواني يعني خاصه اللحوم نلقاوه الجسم يمتصه احسن يعني ب 25%، على عكس لو فيغ نون امينيك يعني اللي نلقاوه في ما هو مصدر نباتي يكون الامتصاص تاعو اقل يعني 5 الى 10%. ولكن نقدروا نزيدوا من الامتصاص نتاع لو فيغ اللي يجينا من مصادر يعني غير حيوانيه مش من اللحوم بشرب لا فيتامين سي. لا فيتامين سي تزيد من امتصاص الحديد، ولا نديرو كاريمون يعني قليل من لو فيغ امينيك اللي يجي من مصدر حيواني كيما نقولوا حنا في ان روبا تاع الدجاج ولا لحم مع كميه من البقوليات، ولا لو فيغ تاعنا يمتص بطريقه مثلى. فوالا. طيب هذا بالنسبه يعني للاغذيه عامه اللي نوجدوا فيها عنصر الحديد، ولكن ما هي الاعراض ربما اللي تظهر على الشخص اللي يكون ناقص مثلا ناقصه هذا المعدن معدن الحديد؟ جيد. يعني باش كيما نقولوا حنايا اللي نشاهدوه هي الانيمي يعني هو فقر الدم. نعم. لكن فقر الدم يعني باش نقدروا نعرفوه هي بأون بالور يعني وجه شحوب. نعم. شحوب هذه نعرفوها يعني شحوب. عندنا لا فاتيك، الانسان دائما متعب، كون يدير يعني مجهود بسيط تحسيه ايسوفلي، تلقاه يعني كلي مش قادر يدير هذه بلا ما عنده يعني اي مرض، ما عندوش مرض ولكن ديما علامات الارهاق يعني علامات الارهاق. واش هو نلقاو علامات الارهاق؟ راهي ان بوان كومون مع لي زوليغو اليمون الاخرين. يعني الارهاق لاحظنا كي ينقص العناصر الاخرى قد الارهاق، مش يقول واحد عندي الارهاق انا عندي يونانيمي. كما قلنا اون بالور شحوب ارهاق ايسوفلومون، يحس باللي قلبه يخبط، يحس روحه تسمى يقلق، كاين اللي الناس اللي يبردوا يعني بسهوله. وبالتالي هذه كل يعني علامات تدل على انه الانسان عنده فقر الدم. تكون عنده يعني رعشه؟
رشا ولا المهم بصح الرشا هذه مش راجعه يعني غير لو فير ولا لانه لو فير كما قلنا يدخل في دي بروسيسوس فيتو قادر هو يدخل في عمليات انزيميه اخرى وبالتالي قادر ياثر هذا على لي بروسيسوس فيتو اللي تؤدي لهذا الرشا ولا اللي تؤدي بصح يعني هذه المجموعه نتاع لي سيمبتوم اون جينيرال يعني يكون الانسان عنده نقص في لو فير وهنايا ما لازمش نقول اني برك عندي هاد العوامل كما قلت لك قادره تكون اون كوم مع نوتر اوليغو ايليمون وبالتالي هنايا لازم الفحوصات لازم يروح الانسان اللي يحس بهاد الاعراض لازم يستشير الطبيب والطبيب اللي يقدر يشخص حالته من خلال الفحص ومن خلال يعني يكون يطلب كما نقولوا حنا تحاليل مخبريه ولا اللي تبين له باللي عنده نقص في لو فير وهنايا يعني اللي اقل عرضه يعني يعني اللي اكثر عرضه للانيمي هذه اون جينيرال نلقاو لي فام انسانت ولا لي زونفان اللي يكونوا اقل من 3 سنوات كيما المراه الحامل يعني كي تعود تعاني من الانيمي يعني قادره يعني يصاولها مشاكل منها حتى انها يعني لا قدر الله تضيع الجنين ولا تكون اون بريماتوري يعني بريماتوريتي يعني الطفل حيزيد قبل وقته ولا يزيد عنده ان بوا دو نيسونس قليل وبالتالي هنايا بور لي فام هنايا يعني نقول للنساء اللي مقبلات على الحمل ولا اللي حابين يعني يكون عندهم حمل يديروا ان بيلون من نهار الاول باش يشوفوا اسكو عندهم يونانيمي ولا لا باش يعززوا يعني لو فير اللي عندهم ولا كان ما قدروش على الاقل يديروه في لو بروميير تريماستر وبالتالي حنايا نعرفوا هنايا يعني عاد عندنا اون سوبليمونطاسيون سيستيماتيك يعني اي امراه حامل تروح للجينيكولوج تالمو يعني لاحظوا باللي كاينه لانيمي بزاف يعني في عند النساء الحوامل عادوا يعطيوها لهم سيستيماتيكمون يعطيوهم لو فير وهذا جوستومون بوغ ايفيتي كيما قلنا اللي يكون نقص الوزن عند الولاده بالنسبه للجنين بوغ ايفيتي لا بريماتوريتي ولا لا قدر الله كاريمون يعني بوغ ايفيتي لا بيرت دو بيبي في ا لا نيسونس وبالنسبه لهنايا كما قلت لك لا سوبليمونطاسيون يمدوها للام ولكن هنايا لازم تستشير الطبيب ولازم يدير لها فحوصات قبل ما يقول لها مهم جدا قبل ما يعطيها لو فير خاطر ما الزياده في لو فير ثاني عندها دي كونسيكونس اللي حنتكلم عليها وبالنسبه للطفل يعني اللي قل من 3 سنوات يعني نقول لهم هنا الامهات اللي يمدوا له الحليب ويقول لك هاو كبار ولا يشرب الحليب معانا ولا الحليب لا كاين الحليب يعني دو كرواسونس اللي يكون غني بالحديد وبالتالي تقدروا تتفاداوا هذا المشكل بالنسبه للأطفال. نعم يعني من الشائع انه هذا يعني مرض فقر الدم يكون يعني عند النساء اكثر من الرجال وحتى الاطفال جيد ترى لماذا يعني ما هو السبب لانه يعني المراه عندها دي بيرت يعني يعني ريغولير يعني شاك موا كل شهر عندها تفقد كميه من الدم وبالتالي كميه من الحديد هذيك الكميه نتاع الحديد الى ما تعوضتش حيكون يعني كل مره تفقد وبالتالي حتطيح يعني خطوره يعني حتكون خطورة. مضاعفات يعني وهنا أخرى. يعني ولهتيني الحاجه يعني مش غير لا فام كاينين الناس اللي تعاني من فقر الدم ماشي على جال ما عندهاش برك لابور يعني فقدان كيما الناس اللي يعانيوا باغ اكزومبل من لوسير ولا من لي زيموغويد ولا يعني عندهم دي سانيومون اللي من الداخل اللي ما نشوفوهمش اللي ما يبانوش وبالتالي هنا لازم يروح للطبيب يشخص له باسكو سا سيغ ريان يبقى يشرف في الحديد والحديد قاعد يضيع او نزيدو نشوفو ايضا مثلا الحديد ماشي باغ اكزومبل ما يحتاجوش على شكل يشربوا عن طريق الفم كان يعني عن طريق الدم لانه بالكش ماهوش قاعد يمتص وبالتالي الطبيب اللي يشخص اسكو الحديد اللي قاعد تشرب فيه قاعد يروح صح تستفيد منه جسمك ولا لا الوغ كي تشرب انت لا سوبليمونطاسيون مش قاعد تلاحظ باللي كاين يعني اون اميليوراسيون ما كانش تحسن هنايا يعني سي سيستيماتيك يعني قبل ما تشرب الحديد تروح للطبيب خاطر حتى ولو كان يعني باغ اكزومبل تشرب الحديد ويكون تشرب في ادويه اخرى ولا يكون عندك امراض اخرى اون انفلاماسيون تمنع امتصاص الحديد باسكو الانفلاماسيون لي غلوبول بلون يبتلعوا هذاك الحديد وما يخليكش تستفيد منه فوالا نعم اذا النصيحه لكل المشاهدين خصوصا المشاهدات النصيحه ما تشربوش القهوه والشاي بعد ما تاكلوا يعني ان روبا كوبيو اون فير كي تاكل باغ اكزومبل يعني غداء غني بالحديد لازم تفادي شرب الشاي والقهوه لازم
تباعدوا، تشربوا لا فيتامين سي باش تزيدوا تعززوا امتصاص الحديد، ما تكثروش من الحديد لانه الحديد يدي ثاني الى مشاكل دي تروبل ديجستيف دي نوزي دي دياري، وقادر حتى يدي هو يدير يزيد من الاكسده، وبالتالي قادر كما هو درك الحديد راهو سبب في عديد من السرطانات على مستوى القولون، وبالتالي كل ما هو زياده وكل ما هو نقصان ماهوش مليح لصحتكم. كلوا كلش بميزان واستشيروا الطبيب قبل ما تديوا اي سوبليمونتاسيون. نعم، شكرا لك على هذه النصيحه الثمينه دكتوره حنان قاضي اللي اكيد كذلك تحب الجولات السياحيه. وي جدا. رحتي لتبسه ولا ما رحتيش؟ مازال ما رحتيش. مالا هذه فرصه. فرصه ثمينه للدكتوره حنان قاضي باه تزور تبسه، ولكم كذلك مشاهدينا الاعزاء الى تبسه او تيفاست، مهد الحضارات والتاريخ التي تنطوي على عديد الكنوز والمعالم التراثيه والاثريه نستكشفها من خلال ركن الوان بلادي.
في أقل من 5 دقائق جلنا بكم أحبائنا في تبسة الجمال الحضارة والتراث لنحط بكم الرحال الآن في بلاتو برنامج صباح الخير يا جزائر، ونتعرف إلى هذه السيدة القديرة التي أعتبرها ظاهرة، فعلا ظاهرة وحالة أيضا، ليس فقط أدبية ولكن إنسانية أكيد لن تتكرر ما دامت معنا. سنتحدث معها ونستكشف طبعا إبداعاتها وإسهاماتها وكذلك تجاربها من خلال برنامج صباح الخير دائما، وهذه الإطلالة المشرقة للسيدة منال شلوف. سيدة منال صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير الأخت فيروز، صباح الخير مشاهدينا الكرام، وشكرا على الدعوة. العفو، شكرا لك لأنك استجبت لهذه الدعوة. عفو. اخترتي أن تحدثينا يعني عن التجربة تاعك، خصوصا أنها تجربة مريرة جدا وقاسية في مواجهة المرض التي انعكست في كتاباتك وإبداعاتك الأدبية. شكرا مرة ثانية على الدعوة. أقدم نفسي ولأول مرة للجمهور الكريم، أنا منال شلوف بنت الجزائر وبنت قسنطينة بكل فخر واعتزاز، طبيبة بيطرية وروائية مبتدئة لأول مرة. أطلقت روايتي الأولى بعنوان عنوان وحياتي، مضى الزمان ووجدت حياة في السرطان. الرواية هي عبارة عن لمحة مصغرة عن حياتي، لأن حياتي لم تكن أبدا عادية، بل هي حياة مفعمة بالتجارب بين نجاح وفشل ثم فشل إلى نجاح آخر. أردت تقاسم كل ذلك مع الجمهور ومع قرائي الأعزاء، لعلهم يستقرئون العبر من ذلك ويستطيعون كذلك اكتشاف الرسائل المبطنة وأخرى مباشرة، رسائل إنسانية أرسلها إلى الجمهور الكريم. نعم. قبل أن نستكشف هذه الرسائل المبطنة وكذلك المباشرة إلى جمهورنا الكريم، لابد أن نعرف يعني بداية الرحلة أو الخطوة في كتابة الرواية. هل كتبتي مثلا خواطر يعني متفرقة قبل ذلك؟ لأنه الكثير من الأدباء يلجأون مباشرة يعني في بداياتهم في أولى محطاتهم إلى كتابة متفرقات هكذا شعرية. لا أبدا، ليس هو الحال بالنسبة لي. كوني طبيبة بيطرية وكنت وقد اشتغلت في ميداني لمدة 4 سنوات، ثم انتقلت بعد ذلك إلى عالم الأدوية كمندوبة طبية لمدة 10 سنوات، ولكن الحياة بعثت لي برسائل استطعت تحسسها واستطعت استقراءها في مرحلة معينة من حياتي. قررت الابتعاد عن مجال الأدوية ومجال الطب والذهاب مباشرة إلى مجال الكتابة. والهدف الأسمى من ذلك هو هذه الرسائل التي أردت أن أوصلها إلى الإنسانية. يعني قبل الذهاب إلى مجالات الكتابة والإبداع، ما العلاقة يعني؟ قولي لي وش هي العلاقة بين الطب حتى البيطرة وبين الكتابة الأدبية؟ في الحقيقة لا توجد علاقة. لا علاقة، هي إنسانية. هي إنسانية، ولكن لا أستطيع أن أنكر أبدا أنني كنت أولا أنا خرجت من منزل أدبي، فوالدي رحمهم الله هم أساتذة في اللغة العربية، واهتممت دائما بالكتابة بالشعر، لأنني أيضا أحسن قراءة الشعر وسرد القصص كراوية. وفي مرحلة معينة من حياتي ابتعدت عن كل ذلك، ثم جاء الوقت المناسب بعد اهتمامي بالعلوم أن أعود اليوم إلى مجال الكتابة والأدب. ذكرتي أنك يعني تحسنين القراءة يعني في الشعر، قراءة نعم. شعرية، يعني راح تقرأي علينا بعض الأشعار هكذا؟ نعم، بالتأكيد. وش تقدري تستحضري من الأشعار مثلا؟ أستحضر قصيدة لطالما أحببتها واتخذتها مبدأ في حياتي، هي للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، إرادة الحياة. سألقي بعض الأبيات منها. تفضلي. في إرادة الحياة يقول أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي
ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبدد في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. ومن لم يحب صعود الجبال يبقى أبد الدهر بين الحفر. شكرا، يعطيك الصحة. لقصيدة يعني تنبض بالإرادة والتحدي والعزيمة، تأثرت بها كثيرا يعني، وأخذتيها يعني كنموذج يعني السير قدما في حياتك. نعم نعم، وهكذا كانت حياتي، كانت دائما بين صعود ونزول، بين فشل ونجاح. وكذلك لا أستطيع أن أنكر أنني مررت بتجربة مريرة، وهي في سنة 2017 إصابتي بمرض السرطان. كانت تلقي لهذا الخبر ككل إنسان عادي، كانت صدمة بالنسبة لي. ولكن بعد ذلك كان تعاملي مع المرض تعامل إيجابي، تقبلت المرض وتعاملت معه بطريقة إيجابية، وهذا ما ذكرته في الفصل الرابع من روايتي. لأن روايتي في الحقيقة تتكون من 5 فصول. أنتقل أرحل بكم عبر مركبة ذكرياتي من طفولتي، من حنين طفولتي وكل مراحل حياتي، إلى أن أصل في الفصل الرابع إلى إصابتي بمرض السرطان. لقد أسهبت في الحديث عن هذه التجربة القاسية، وهي من أعظم التجارب الإنسانية التي عايشتها. أسهبت في الحديث عنها بذكر جميع تفاصيلها، ومن أجلي من أجل إعطاء تلك النظرة الإيجابية أو رؤية استحدثتها في كيفية مقاومة المرض، وتغيير تلك النظرة السوداوية التي يتبناها مريض السرطان، والتي يتبناها الكثيرون عن مرض السرطان. أنا أقول اليوم من هذا المنبر، أشكرك يا الأخت فيروز على وجودي اليوم معك. أنا أقول اليوم أنه لقد تغير مرض السرطان. مرض السرطان في سنة 2020 ليس هو مرض السرطان في سنة 1990، لقد تغير تماما. ويوميات مريض السرطان في 2020 لم تعد يوميات مريض السرطان في 1990. ما الذي تغير؟ تغير أن هناك تطور في الأدوية، تطور في الجراحة. فقد أصبح اليوم مريض السرطان يستطيع ممارسة حياة اجتماعية شبه عادية. دون أن ننكر ثقل الأدوية، كالمعالجة بالدواء الكيميائي، الجراحة، أو المعالجة كذلك بالأشعة، هي أدوية في الحقيقة ثقيلة، ولكن تعطي نتائج جد إيجابية في المستقبل. أكيد. كل ما أستطيع أن أقوله، يجب أن يكون مريض السرطان أن يكون إيجابيا، أن يكون إيجابيا في تعامله مع المرض، وأن يحاول تقبل مرضه وكذلك التعامل مع الصعود والنزول في هذا المرض. نعم، ولكن سيدة منال، أنت يعني في حد ذاتك منين جبتي هذه الإيجابية؟ منين جبتي قوة الشخصية هذه حتى قاومتي وواجهتي مرض خطير أقول كما السرطان؟ هي نظرتي في الحياة، هكذا كنت دائما. من قبل كانت هذه النظرة الإيجابية؟ هذه نظرتي في الحياة. من يقرأ رواية عنوان حياتي سيعرف من هي منال شلوف، سيعرف ماذا فعلت منال شلوف في حياتها قبل أن تصل إلى هذه المرحلة. فكل مراحل حياتي كانت، قد أقول أنها صعبة، أنها مراحل صعبة. تعرضت لكثير من التجارب، تلك التجارب صنعت مني ما أنا عليه اليوم. صنعت منال التي استطاعت أن تواجه مرض السرطان بكل إيجابية، بدون فخر وبكل بساطة. لا، يجب أن تفخري وتعتزي كذلك، لأنك يعني قاومتي هذا المرض، تحديتي وواجهتي، لأنه هذا التحدي يعني الروح المعنوية المرتفعة عندها دور كبير في الشفاء بدون شك، وهذا ما يحتاجه كل المرضى، خصوصا المعنويات أن تكون يعني مرتفعة، رغم يعني خطورة المرض وكذلك صعوبة الاستشفاء وتناول الأدوية وغير ذلك، وقد مريتي بهذا التجربة. بالفعل. وفي مرحلة معينة من حياتي، لقد كتبت هذه الرواية أو انتقلت. خلينا نشوفوا هذه الرواية. تفضلي. لا، قدميها للمشاهدين الأحسن. تفضلي. رواية عنوان حياتي. عنوان حياتي.
مضى الزمان ووجدت حياة في السرطان. أستطيع أن هل أستطيع أن أقرأ الملخص؟ نعم. الرواية نعم. في الملخص أقول: دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. عنوان حياتي هي رواية أحداث رحلتي الحقيقية في الزمن، حيث أسافر بكم من خلال مركبة الذكريات والوقائع لتتعرفوا على وجوه، لتزوروا أماكن، وتعايشوا إحساسات إنسانية صنعتها تناقضات وصراعات حياتي، لأرتوى بكم في النهاية على شاطئ الأمان. عنوان حياتي هو العنوان الرئيسي للرواية، والعنوان الثانوي هو مضى الزمان ووجدت حياة في السرطان. عندما أقول حياة، معناها هي النظرة الإيجابية التي سيستقرئها القارئ في هذا في هذه الرواية. نعم، احنا نحتفظ بهذه النظرة الإيجابية وبهذه المعنويات أقول المرتفعة، ونروح الآن مباشرة بنعيش أجواء جد مميزة من خلال احتفالية عيد المرأة التي أبرزت إسهامات المرأة وإبداعاتها ومواهبها كذلك في مجالات الحرف والفنون التقليدية، إلى جانب الإلقاءات الشعرية في مختلف فضاءات الثقافة. نتعرف عن كل ذلك في هذا الروبورتاج لمحمد زمولي. أنشطة متنوعة صاحبت الاحتفال بالعيد العالمي للمرأة عبر كافة الصروح الثقافية لولاية قسنطينة. المرأة أخرجت أفضل ما عندها وبروحها الجميلة وبأنامل الفنان المبدع في معارض الحرف التقليدية وأشغال الزينة والديكور والألبسة العريقة والتقطير وفن الطبخ، زخم ثري من الألوان والأذواق ودقة التفاصيل ميز أعمالها على غرار جمعية الصخر العتيق للسيدات المبدعات. الحمد لله الخدمة تاعنا، أنا كما أنايا حرفية، نخدم توسكي ارتيزانال، توسكي كل الحوايج تاعي كامل مخدومين باليد، نطرز، نخيط، نخدم لي اكسسوار، نخدم لا ديكوراسيون تاع لا ميزون، نخدم حوايج بزاف يعني كل ما يخص المراه. بوركوا با دو نو با نو لانسي في الحوايج نتاعنا التقاليد الاصل نتاعنا لما هي المراوح اللي ندعو ليها جدودنا. هذه شاك فوا الارتيزانا تاعها تنا ماتت قاعدين نشوفوا فيها ما قاعده تنحرف. الوغ بوركوا با دو نو با لا رينوفي. هذه هي درت وحده ديتها العرس هبلتهم بكل، دونك جو مي سوي لونسي، درت وحده عاد بكل لي كوموند عليهم بكل لي سولون لي كولور سولون لي موديل سولون لي فورم. صانعه صابون، صابون طبيعي بيو 100%. هذا الصابون تدخل فيه زيوت طبيعية مثل زيت الأرغان، زيت اللوز، زيت الجوجوبا، خاصة زيت زيتون اللي موجود بكثرة في بلادنا. نصنعه كذلك من مستخلصات نباتية، من زيوت أساسية خاصة زيت اللافندر، وهذا هو شعاري أنا، هو زيت اللافندر، دخلوه بزاف في هذه الصناعة لأنه عنده خصائص علاجية. فانا حبيت نبين كجمعيه يعني من الجمعيات المعروفه على مستوى ولايه قسنطينه ولا المستوى الوطني والدولي، انه الحرفيين راهو خزان يعني، وراهو يمثل الاقتصاد الوطني وقادر يرفع يعني الاقتصاد الوطني في تسويق المنتوجات الحرفيه يعني عبر كل ربوع الوطن وخارج الوطن، لانه الجزائر ما شاء الله تمتاز بعده عادات وتقاليد، وبالخصوص يعني مدينه قسنطينه يعني نقدروا المنتوج نتاعنا يعني يكون نخرجوه خارج الوطن ويكون عنده صدى كبير ويساهم في التنمية المحلية والوطنية. كما ميز اليوم العالمي لنصف المجتمع وروحه الخفيفة الزاهية الأطياف جلسات أدبية وشعرية لمختلف المشاركات عبر ربوع الوطن، ميزها اعتراف شقيقها الرجل بإنجازاتها الجليلة على غرار الملتقى الأدبي للأديبة الراحلة نجية بن زقوطة أو نجية عبير، التي خاطبت مدينتها قسنطينة بلغة البراءة ولغة الأطفال في رواياتها. الشعر الشعبي حاضر، الشعر الفصيح. الافتتاح كان بمداخلة رائعة للدكتورة فاطمة الزهراء قشي التي حاولت أن تختصر باب القنطرة، هذه الرواية الرائعة للنجية عبير، قبل أن أيضا يقدم الدكتور عبد السلام يخلف مداخلته بعنوان قسنطينة بين الحنين والألم لنجية عبير. لقاء
لقاء جميل باعتبار أنه يحدث باسم المرأة ولها ومن خلالها وعبرها، وكل هذا يحدث أيضا باسم الشعر، باسم الكلام الجميل الذي هو الإنسان. العبرة هي في الحكايات، هي في هذه التقاطعات التي تحدث بين البشر. نجية عبير هي واحدة من بنات هذه المدينة، تجربتها تشبه تجارب الكثير منا، هي تجربة هذا الصراع الذي يحدث بين الإنسان والمكان، بين الإنسان وتجربته. فعيد سعيد للمرأة الجزائرية، رمز الإبداع والشجاعة والجمال. نعم محمد زمولي، ودائما تقديرا وتكريما للمرأة كأنثى واعية ناضجة متميزة ومتكاملة مع دور الرجل. هذه المرأة أيضا هي مثال رائع للتحدي والصبر في مواجهة المرض، وهي ممثلة اليوم أقول في هذه السيدة المتفردة، السيدة الاستثنائية فعلا التي نتشرف ونفخر بها، السيدة منال شلوف الروائية التي أنجزت أول رواية أو سيرة ذاتية عنوان حياتي، فيها قرينا فيها الكثير من رسائل الأمل والحب كذلك. بالطبع. نعم، هل هذه الرواية موجودة في الأسواق؟ هل وصلت إلى القارئ؟ نعم، هي في المكتبات منذ أكثر من 20 يوم. مع العلم أني أطلقت روايتي مع النشر المعروف دار نوميديا للنشر الطباعة والتوزيع بقسنطينة، وسيتم توزيع الرواية على المستوى الوطني. جيد، نعم، هذا بالنسبة للرواية. وماذا عن مشاركاتك وإسهاماتك مثلا في تلك يعني الفضاءات الإبداعية، مثلا في الملتقيات الأدبية؟ شاركت مؤخرا في يوم 8 مارس بمناسبة الاحتفالات بعيد المرأة وتسليط الضوء على الإصدارات النسوية الجديدة لسنة 2021، وكان شرف كبير لي أن أدعى من طرف السيدة أميرة دليو مديرة المركز الثقافي ملك حداد بقسنطينة، التي أعطتنا الفرصة كذلك للتواجد وإثبات وجود المرأة وما تقومه به المرأة في عالم الكتاب. شاركنا في ملتقى نجية عبير بنت قسنطينة، الكاتبة والشاعرة المعروفة بنت قسنطينة، وقد كان الملتقى شيق. التقينا بالكثير من الشعراء الشاعرات، لأن اليوم كان خاص بالمرأة، بكثير من الشاعرات الأديبات، وكذلك استمعنا إلى السيرة الذاتية لبنت قسنطينة نجية عبير، التي ستكون عبرة لنا وللأجيال القادمة بإذن الله. فقط يعني بالنسبة للأدباء ولا الأسماء الأدبية اللي تأثرت بها يعني في مسارك الإبداعي؟ وفي الحقيقة لقد كنت أقرأ باللغة الفرنسية، قرأت لغيوم ميسو، قرأت باللغة الفرنسية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى القراءة باللغة العربية. مؤخرا أنا أقرأ للعلامة القسنطيني المعروف والكاتب المعروف مالك بن نبي في كتاباته الظاهرة القرآنية لو فينومين كورانيك باللغة العربية. جيد، نعم، وما ننساش فقط نذكر أنه كذلك يعني من نفس الأسرة تاعك عائلة شلوف فيه الأخت الكريمة سارة. نعم، كذلك بالفعل. هي شاعرة وأديبة، شاعرة باللغة الفرنسية، وقد أصدرت مؤخرا في نوفمبر 2020 كتاب بعنوان Les nuances de mes pensées، متواجد كذلك في المكتبات. هو عبارة عن مجموعة من الأشعار ومن الخواطر، هي موجودة في المكتبات وقد نالت إعجاب كبير واستحسان كبير من طرف الجمهور. إن شاء الله يا رب. يعني جميل جدا أنه من نفس العائلة تكون فيه يعني أختين يكتبوا ويبدعوا كذلك، يحدث بيناتكم هذاك التواصل يعني وتبادل في الأفكار كذلك؟ نعم،
في الحقيقة عندما أكتب أقرأ دائما على هي أول مستمعة، وأقرأ دائما على مسامع أختي ما كتبت، وهي كذلك تفعل نفس الشيء قبل أن يخرج، قبل أن ترى تلك الكتابات النور. جيد. إذا رجعنا فقط، يعني قلتي أنه يعني نوع من المفارقة أنك كنت تكتبي أو تقرأي باللغة الفرنسية، ولكن يعني توجهتي مباشرة للكتابة باللغة العربية، كيف يعني حدثت هذه النقلة؟ أعرف أن هذا الشيء غير وارد، وربما يبدو غريبا، يبدو غريبا الانتقال من عالم العلوم واللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، ولكن أظن أن كل إنسان فينا له الإنسان هو مخلوق بشري رائع، إنه مخلوق إلهي رائع إذا أحسنت القول، يمتلك طاقة إيجابية يستعملها متى أراد إذا أحسن الوصول إليها. أكيد أنت أتقنت الوصول إليها أو استعمالها، إن شاء الله. يعني أظن إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، لا بأس، أعرف أنها تجربة مريرة وقاسية وكذا، ولكن لابد أن أعيدك إليها حتى نستخلص فقط العبارة والدروس، لأنه فيه الكثير من مرضى السرطان يشاهدوا فينا أكيد، ربما في المستشفيات، ربما حتى في بيوتهم أو في أماكن أخرى. نحب يعني نقدم لهم يعني كثير من هذا التجارب من خلال حديثك. أكيد أكيد نقلتي العيادات والمستشفيات. نعم، على طول الزمن تلاقيتي مرضى يعني عاشوا نفس التجربة، كيف تعاملتي معهم؟ والله في الحقيقة كيف قلت لهم هذه الطاقة الإيجابية؟ والله هناك الكثيرات من المصابات بمرض السرطان من هن صديقاتي، وقد كنت الملاذ لهن، وهذا ما أذكر في روايتي، أستمع لمشاكلهن، لثقل المرض بالنسبة لهن وبالنسبة لعائلتهن، أصدي نصائح إذا أمكن، أصدي نصائح وأعطي تلك النظرة الإيجابية. وهناك الكثيرات من توجهنا في نفس الطريق الذي اتخذته، واتخذنا من إيجابيتي طريقا لهن. نعم، جيد. ما هي يعني النصائح اللي قدمتيها لهم من قبل؟ يعني كيف دعمتيهم بأي طريقة؟ تلقي المرض، تقبل المرض. من بين النصيحة الأولى هي تقبل المرض. يعني في البداية قلتي أنك تلقيتي الخبر، كان وقع الخبر كصدمة. صادم بالفعل. وبعدها كيف تعايشتي مع المرض؟ ولكنني أخرجت تلك الطاقة الإيجابية التي استعملتها في مواجهة المرض، وفي مواجهة كل تجارب، كالعادة كل تجارب التي مررت بها في حياتي. ربما بعض المرضى ما يقدروش يتعايشوا مع هذا المرض بالفعل. حتى أنهم يعني هما يتعذبوا ويعذبوا اللي معهم بالفعل. يعني بالفعل. الأهل تاعهم ساكن يتأثروا كثيرا. وش تحبي تقولي لهم؟ ماذا أقول لمريض السرطان اليوم؟ أقول له لا تتوقف عن الحياة أبدا، الحياة مستمرة، ولا ندري ماذا سيكون غدا، قد يوجد دواء السرطان في يوم من الأيام ونستفيد منه، لذا لا تفقد الأمل ولا تتوقف عن الحياة. المشكل في مرض السرطان هذا الخبيث أنه يعني إذا اكتشف في مرحلة أخيرة هنا يصبح يعني فعلا خطير ومميت، ولكن إذا اكتشف في بداياته أكيد يكون هناك علاج. بالفعل. وأنا دائما ما أؤمن بالأمل وأؤمن بالغد والإيمان بالله، والإيمان بالله يعوض عن كل شيء. أكيد، ولكن احنا نعيش في مجتمع احيانا هذيك النظرة تاع المجتمع صعبة جدا. نظرة سوداوية بالفعل. عشتي هذه النظرات، لقيتيها من الآخر. هي نظرة سوداوية، وهنا وأنا اليوم هنا لأغيرها، لأعطي ذلك المثال، لأعطي ذلك المثال من أجل تغيير. فأنا واحدة من مريضات السرطان، وأعيش نفس ما يعيشه مريض السرطان من التوجه إلى العيادات، التوجه إلى المستشفيات، الكشوفات الطبية الصعبة والمريرة، أعيش أنا وعائلتي ذلك منذ 4 سنوات، ولكنني أتعامل مع المرض بطريقة أخرى، وأدعو جميع مرضى السرطان لفعل نفس الشيء. نعم، أحيانا المريض يعني يقدر يتعايش ولا يتعامل مع المرض، ولكن للأسف ما يقدرش يتعامل مع الناس، لأنه النظرة تاعهم يعني أحيانا تكون نظرة تعاطف وعشتي.
يعني نعم. واثرت فيك نعم. اكيد هذه النظره واحيانا اخرى تكون يعني ربما حتى اقوال او اشاعات هكذا من فراغ حتى يسمعوا المريض انه محكوم عليه بالاعدام بقالوا 3 شهور شهرين 4 كانهم يعني يدخلوا في يعني في حكم الله والاقدار واش تقولي لهم هاد الناس واش نقول لهم هاد الناس نقول لهم الله يهديكم لان كما يقولوا الاعمار بيد الله صح فلا احد يعرف المستقبل والشفاء بيد الله والشفاء بيد الله اكيد وانت شفيتي الحمد لله الحمد لله انا مع العلاج انا واكمل علاجي و وأتمسك بالأمل وأتمسك بثقتي بالله ككل مرضى السرطان أكيد وريحة فتحي كذلك على الكتابات الأدبية الروائية عندك هكا طموحات وجدت عالم آخر لقد وجدت عالم ما آخر. هو هذا العالم؟ عالم الكتاب عالم الثقافة عالم الرواية إنه عالم آخر وبإذن الله لن أتوقف عند هذه الرواية ما هي إلا البداية عندك مشروع رواية يعني؟ عندي مشروع رواية مطروحة وقبلت من طرف دار نوميديا للنشر والتوزيع وسيتم إن شاء الله إطلاقها في المستقبل إن شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله بإذن الله على ذلك المستقبل القريب يعني وهي حكاية للأطفال لقد انتقلت وهي حكاية للأطفال كنت سأسألك يعني عن موضوع هذا الرواية لقد انتقلت من السرطان إلى حكايات للأطفال روعة. حكايات للأطفال أجمل عالم نعم أجمل عالم بالفعل كيف يعني يحدث التواصل مع هؤلاء الأطفال من خلال الرواية والكتابة الأدبية؟ لا أريد أن أحرق لن تحرق المفاجأة ولكنها ستكون مفاجأة كبيرة لأنها ستكون من تراث قسنطينة حكايات جداتنا وحكايات أمهاتنا جمعتها في مؤلف سيكون موجه للأطفال حيكون بالدرجة يعني نعم بالعامية ايه بالعامية يعني لأول مرة تراث الشفاء تراث قسنطيني بحث طيب عن اهتمامك بهذا التراث الشفوي الجميل وهو زخم يعني موجود يعني هنا في قسنطينة كيف يعني استطعت الإلمام بهذا التراث يعني استعنت بالجدات بالكبار ماذا إنها قصص مرسخة في ذاكرتي رسختها أمي رحمها الله لأنها واحدة من بنات سويقة قسنطينة وهي بنت سيدي بزار وقد تربينا مع هذه القصص وهذه الروايات التي أردت أن أنقلها اليوم للأجيال الصاعدة لعلهم يستذكرون ما كانت تحكيه جداتنا بالأمس البعيد ربما طيب أنت استلهمتي من هذا التراث وحبيتي ديرينا يعني كتاب جمعت جميع قصص قسنطينة ما كان يحكى في السويقة سيدي بزار والأروقة الضيقة بقسنطينة لا بأس يعني ولو تعطينا حكاية هكا جميلة عاد صديقة سأحرق المفاجأة يعني في العادة يعني الحكايات تكون في آخر ساعة من الحكاية الجدد سأعطيك المقدمة هي باللغة العامية هكذا سأبدأ المجموعة القصصية زمان كي كان الاستعمار وكانوا ناس قسنطينة يسكنوا في السويقة وسيدي بزار كانوا الدروج مبنيين بالحجر البيبان مزينين بالقواس والماء معمر في البيار يتلموا الجدات وقت القايلة ويحكيوا لنا حكاية زمان هذه المقدمة يعطيك الصحة رائعة جدا يعني احنا رحنا معك في هذه المقدمة وكنا نستناو تكملي لنا الحكاية شوقتينا بزاف يعيشك يعني جميل جدا هذا العالم عالم التراث هكا الشفوي الحكاية لما نستلهم منها ناخذها ونحافظوا عليها كذلك نحافظوا عليها الهدف هو المحافظة خصوصا الفكرة جاتني من أجل المحافظة على التراث يعني إنه تراث ثمين إنه تراث ثمين وكل حكاية لها عبرة صح عبرة ورسالة أرادت جداتنا وأمهاتنا ترسيخها فينا جيد نخليو هذه الكلمات يعني هي ختام هذا البلاتو ولا تحبي تبعثي برسائل أخرى الرسالة الأخيرة سأقرأ إذا سمحتي الأخت فيروز نعم تفضلي رسالة وهي
ملخص لكل ما عايشته وأردت أن أوصله إلى الجمهور الكريم. نعم. بدأت الرواية روايتي مقدمة الرواية بدأت بمجموعة من الأسئلة، وفي آخر الرواية سأعطي الإجابات أو الحلول عن هذه الأسئلة التي طرحتها. أردت أن أقرأ عليكم أو على مسامع المشاهدين الكرام الملخص من هذه الإجابة عن هذه الأسئلة. أقول في رواية عنوان حياتي: لكل من أراد إتقان الحياة، في الفصل الأخير من فصل إتقان الحياة، لأن التجربة علمتني إتقان الحياة. أشكر ربكم على نعمة الصحة وراحة البال. عيشوا اللحظة، عيشوا سعداء، اكتشفوا الجمال من حولكم. العطاء نعمة والشح نقمة ولو كان شح المشاعر. لا تحملوا الأمور أكثر من طاقتها، فكما تردد دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لا تتوقفوا عن الأمل مهما قست عليكم الحياة ومهما عتت أمواج البحر، لأنها ستبقى دائما بين مد وجزر. منال شلوف. شكرا جزيلا. العفو. شكرا على هذه المساحة وعلى هذا الفضاء من البوح والتواصل الجميل والرائع. شكراً. معك شكراً. ومن خلالك أشكر زميلنا رئيس التحرير إسماعيل بالقايدية، لأنه حقق هذا الالتفات لك، يعني كنموذج مشرف جدا. شكرا لك الأخت. شكرا. أشكرك يا من جديد. وأقدم لك عنوان رواية حياتي كهدية لك ولتلفزيون الجزائري، يشرفني ذلك. كل الشرف لينا. نعم. أشكرك للمرة الألف على رسائل الحب والأمل والحياة والطاقة الإيجابية. هي أيضا طاقة تتميز أو يتميز بها أفراد جمعية ناس الخير بقسنطينة، الذين نتعرف عنهم عن إنجازاتهم من خلال هذا الروبورتاج لمحمد زمولي. الأيادي الناعمة تحب عمل الخير للغير، قول مأثور ينطبق على جمعية ناس الخير التي تعمل فيها شابات جبلن على الرأفة والمساعدة للناس المعوزين. وبهذا المقر المتواضع بحي الأمير عبد القادر بقسنطينة تلتقين بصفة دورية لتجعلن منه خلية نحل نشطة لاستقبال العائلات المستجدية للعون والقيام بأنشطة أسبوعية لفك كرب ذوي الحاجات الملحة. أول مرة جاتني الفكرة في رمضان، كنت من قبل ديما نحوس على جمعية مليحة وتخدم صح. واحد المرة في رمضان شفت لانونس تاعهم في الصفحة على كسوة العيد، وجيت أول مرة هنايا عطيت لهم كسوة، ومن بعد قلت لهم واش يديروا في سما لي زاكتيفيتي اللي يديروهم لي زاكسيون. قالوا لي بلي كاين فطور الخير. أول أكسيون حضرتها كانت الفطور. الفكرة جاتني أول مرة كون جيتي دوكا معايا وحدة تخدم معايا، كانت مومبر هنايا في لاسوسياسيون، بقات تحكي لي نقدروا نقولوا ليستوريك نتاع ناس الخير. انا من بكري دوبوي لونطون وهي الفكره نتاع التطوع في بالي، حبيت نخرج في جمعيه لكن ما لقيتش جمعيه. كي حكات لي على ناس الخير عجبتني الفكره، عجبوني لي زاكسيون اللي يديروهم، حبيت نجي معاهم. اول اكسيون حضرتها سيتي الفطور على لوبيتال سي اش في كونستانتين، سيتي بيان اورغانيزي، رحنا عند لي مالاد مدينا لهم الفطور، حليب قهوه تيزانا. انا قبيله كوثر، طالبه في البيولوجيه ماستر 1، عضوه فعاله في جمعيه ناس الخير قسنطينه، حكمة كوتي ميديكال كونسيرني لي ميديكامون ولا لي زاناليز، كوتي تاني ماتريال. انا المهم تاعي اني فتح المقر كل الخميس والسبت على الساعة 10 حتى كذا، نجي هنايا المقر نفتح المقر نستلم تبرعات، يجيو ناس عائلات يطلبوا احتياجاتهم. اول حاجه انه مثلا يجي تدخل عائله جديده نكتبوها هنايا في المقر، نديو نمره التليفون تاعها ولا ادريس تكون ونروحوا نديروا عليها اونكيت. لكل واحده منهن اسباب دفعتها للتقدم وطلب الانضمام للجمعيه،
وقد وزعت المهام عليهن كل حسب تخصصها، حيث وجدنا في العمل التطوعي والسعادة وجهان لعملة واحدة، ففي العمل تشعرن بأنهن تنجزن وتتقدمن. انا ربت بيت، ما نقدرش نفرط في البيت تاعي ونروح ندير الخير. الخير اللي ديروه راح ديروه في بيتك قبل، دونك يسمى راح دير دي ساكريفيس انك تنظم وقتك، تنوض بكري، نولي زين المراه العامله. انا درك نخدم زين المراه العامله، لازم على 9 غدايا طايب دنيتي مدايره ونخرج للعمل التطوعي، عاد يسمى يجري في دمي، ما نقدرش مانيش ندير تو زايد. ديجا اول حاجه تتعلم انك ديجا تتعلم تقول الحمد لله، باسكو تشوف صح حنا ناس وين عايشين وكيف عايشين، ظروف صعبه بزاف. تجي هنا تولي ايجابي، تتعلم تمد وتمد من وقتك، والناس بكل جاب لي ربي بكل عندنا روح تطوع من داخل، شو العبد باك يعرف وين يروح وكيفاه يولي يعاون. نقدم رساله لافام الجيريان، خليوا روح التطوع فيكم، ما لازمكم ساعدوا الناس، لانه كاينين عائلات بزاف، فما نقولش في قسنطينه برك، في الجزائر كامل يحتاجونا، يحتاجون نساعدوهم، يحتاجون نمدوا لهم لو ماكسيموم باش هما ثاني يقدروا يعيشوا كيما حنا، يقدروا يعيشوا بيان، يقدروا يافونسيو. لما يكون انشطه متنوعه ما بين من خلال فطور الخير في المستشفى الجامعي او توزيع وجبات ساخنه في كل يوم سبت واثنين وخميس، بالاضافه الى عديد الانشطه الاجتماعيه والموسميه منها قفة رمضان اللي رانا حنبداو فيها ان شاء الله هذا في سنه بمناسبة رمضان سنة 2021. المرأة يعني لها دور فعال بزاف في المجتمع المدني أو في الجمعيات، تجدها تجد المرأة دائما مبادرة ومثابرة ومضحية في العمل التطوعي. المرأة نصف المجتمع وشقيقة الرجل، المرأة أم المجتمع وبنته، فليسعفنا الشاعر حافظ إبراهيم في قوله: المرأة مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هي قلوب عامرة بالخير وأيضا نماذج مضيئة، هذه النماذج تنفق أعمارها وحياتها في إسعاد الآخر، لذلك فهي تستحق أن تكون معنا في برنامج صباح الخير يا جزائر على المباشر. يسرني كثيرا وأتشرف باستقبال كل من جهاد عتيق مديرة مقر جمعية ناس الخير قسنطينة. جهاد عتيق صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير أنسة فيروز، صباح الخير لكل المشاهدين. مرحبا. كذلك أرحب بالأخت رشا حسنة علاطو، هي الأمينة العامة لجمعية ناس الخير. صباح الخير. صباح الخير أنسة فيروز، صباح الخير لكل فريق العمل، صباح الخير لكل مشاهدي التلفزة الجزائرية. ونقول لكم ونزيد نقول لكم صباح الخير يا وجوه الخير. يعيشك، شكرا على هذا الاستضافة. العفو. وإن شاء الله حيفوت وقت ممتع معكم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وجيتونا طبعا بالفعل الإنساني الخير الطيب المثمر، يعني كلكم في جمعية ناس الخير راكم يعني مجندات من أجل يعني تحقيق الخير وبثه في المجتمع. يعني الحمد لله الإنسان اللي يحمد ربي المكان اللي راه فيه، لأنه بالتطوع نرتقي. أكيد. والتطوع أنا حسب رأيي الشخصي نشوف فيه أنه تضحية والتزام. لأنه تضحية والالتزام أكيد الإنسان، كل إنسان عنده قدرات، عنده مواهب، عنده، ولكن يحاول برك أنه يوظفها في الأماكن المناسبة. نعم. مثلا التطوع ممكن أنك تختاري أي جمعية تطوعي فيها. أكيد. والشي اللي يميز أكيد أنه لما نكون في فترة الدراسة ونوصل للجامعة تقول الإنسان فكريا يتطور. يعني أنا نحث كل الشباب أو الطلاب. نعم. أنهم هذاك روح التطوع اللي فيهم يروحوا يوظفوها في أماكن مناسبة. والحمد لله أنا كطالبة كنت في انخراطي في هذه الجمعية. نعم. كان في وقت لما كنت في سنة ثانية جامعي. نعم. انخرطت في هذه الجمعية عن طريق صديقة اللي انخرطت قبلي.
كانت تحكي لي واش يديروا، كل شيء عجبني هذيك الروح اللي كاينه في الجمعيه. حاولت، كانت اول مشاركه ليا كانت في فطور الخير اللي راهم الانشطه الاسبوعيه تاع الجمعيه، شاركت فيه وعجبتني هذيك الروح اللي يروحوا يقدموا بها، ماشي انه الهدف انه يقدموا لهم فطور برك، هذيك الروح المعنويه اللي يمدوها للمريض، هذيك الابتسامه يسقسيوه على حالته. كاين ولاو كاينين مرضى صدقيني اللي يطولوا في المستشفى يستناو كل سبت يستناو الجمعيه تقدم لهم هذاك الفطور بهذيك الابتسامه بهذيك يقدموا لهم دعم معنوي صح. من ثم الحمد لله وفقني ربي إلى أن أتيحت لي الفرصة أو اختاروني أني نكون أمين عام في جمعية ناس الخير قسنطينة. جميل جدا. نعم، وقلتي أنك كنتي تقدمي العمل تطوعية بروح هكا طيبة جدا، واللي كانت تعجبك أكثر هذا الروح اللي كانت بارزة، نفس الروح أكيد. تتسم بها وتتميز بها جهاد عتيق. أكيد الحمد لله رب العالمين كرمك باه توصل لي هذيك البلاصه. انا هو كرم من عند ربي سبحانه باه حطني في هذاك المكان. نعم. واول تطوع ليا كان تعرفت على هذه الجمعيه من طرف من العائله تاعي كان عضو فيها، ومن بعد اول حضور ليا كان فطور الخير كما قالت زميلتي. شدت روح التطوع، روح التضامن، انك تروح تهضر مع المرضى، ترفع لهم معنوياتهم، تقدم لهم بسمة، مش أنهم تمد لهم الفطور وتروح تروح. حبيت هذه الجمعية بزاف من قلبي، مديت لها من وقتي، مديت لها حياتي، وأنا الحمد لله محض أني نخدم والجمعية ديرتها كجزء من حياتي، مش أنها شيء إضافي والله، هي جزء من حياتي. لازم نروح نقدم العمل تاعي، أني عندي ثلاث مرات في السمانة في الأسبوع نحل المقر، كل سبت واثنين وخميس لازم نروح، لازم نحط انشغالاتي الخاصة جانبا ونروح نقدم خدمتي. الحمد لله اخترت كمديرة المقر للجمعية، نشكر الرئيس تاع الجمعية اللي أعطاني هالثقة وخلاني أكون مديرة المقر ومساعدة في المكتب التنفيذي. والحمد لله تاني اخترت كعضو مميز وناشط في 2019 للجمعية. نعم، يعني روح التطوع راهي متأصلة فيكم ومتأصلة فينا يعني كلنا كجزائريين، ولاحظنا باللي ثقافة التطوع بدأت تنتشر خصوصا من خلال الجمعيات، وحتى جمعية ناس الخير يعني تحمل هذا الاسم الكثير من الجمعيات. وش اللي يميزكم عليها؟ أكيد إحنا كجمعية عندنا رسالة ورؤية. الرسالة تاعنا وش هي؟ الرسالة أنه ننشروا ثقافة العمل التطوعي والخيري في كل مجتمع إن شاء الله. عندنا رؤية، الرؤية وش هي؟ التميز والريادة في العمل التطوعي من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى مجتمع متضامن. أكيد إحنا ديما نخدموا على هاد الحوايج، أنه هذا هو الهدف تاعنا. درنا مدايرين في جمعيتنا كاين تنوع في الأنشطة كما سبق وهدرنا، عندنا أنشطة مختلفة، عندنا بما هو اجتماعي صحي وثقافي. في الاجتماعي عندنا كل ما يخص العائلات المحتاجة، يعني مثلا كما نقولوا يقيس الأنشطة الموسمية بكل قفة رمضان، كسوة العيد، دخول المدرسي، شتاء قسنطيني دافئ. عندنا ولاو الناس كما نقولوا كسبنا ثقة المحسنين، هذيك الثقة اللي كسبناها ولاو حتى الزكاة يجي ويمدوها لنا، حنا نمدوها للعائلات. حنا كما نقولوا ماديا ما نقدموش للعائله شيء سوارد، واش هو كي المحسنين تاع الثقه اللي كسبناها من جهتهم. نعم. ولاو الزكاه تاعهم يجيو عندنا حنا نقسموها، يقولوا لنا هاكو دبروا رسانكم مدوها للعائلات. ثم هذا وين وصلت الجمعيه، يعني انه ثقه يعني ما شاء الله من جهه المحسنين. والجمعيه تاعنا راهي قائمه على هاد المحسن، على تبرعات هاد المحسنين. أكيد. يعني نقدم لهم شكر
وجزيل الشكر ربي يجازيهم ان شاء الله ماجورين عند الله تعالى وفي ميزان حسناتهم ان شاء الله. في كل نشاط عندنا من هو يعني تكفل تقدري تقولي كاين انشطه تكفل بهم محسن او محسنه يعني كومبليكي الانشطه مثلا الأنشطة عندنا قلت لك موسمية قلنا نعم. قفة رمضان دخول المدرسي نعم. كسوة العيد ولكن يعني العمل كذلك على امتداد السنة على مدار وليس السنة. مناسبتي نعم. أكيد هذه أنشطة موسمية عندنا أنشطة أسبوعية اللي كانت قبل جائحة كورونا كان عندنا كل يوم سبت تقديم فطور الخير للمرضى اللي قلنا هو الهدف منه معنوي وليس باش نبدلو يفطر برك لأنه راح يفطر بينا ولا بلا بينا نروحوا نزرعوا ديك الابتسامة في المريض نسقسيوا على حالته لأنه كاين بزاف من أماكن بعيدة لا غالب ما يقدروش يجيو يزوروهم هما عليهم نروحوا حنا هذيك السبت نسقسيوا عليهم ندولهم الفطور وكي نخلصوا نروحوا لمصلحة طب الأطفال ثاني باش نكملوا فيها نديروا نشاط ترفيهي ونشكر كثير جزيل الشكر المنشطين تاعنا اللي راهم ديما يزرعوا البسمه في الاولاد سبحان الله كيف تتغير تلقاهم يبتسموا مالغري الحاله اللي راهم فيها الحمد لله عندنا توزيع الوجبات الساخنه على الاشخاص من دون ماوى والحالات الخاصه هذا يكون تنين سبت وتنين وخميس هذا ديما والحمد لله انه كما نقولوا الاعضاء ناس الخير تشوفي فيهم روح التطوع يعني لاحظناها من خلال الروبورتاج يعني شفنا باللي كاين روح يعني من التكافل ولا كذلك التضامن بين افراد الجمعيه يعني في حد ذاتهم جهاد لاحظنا كذلك باللي العنصر النسوي هو يعني طاغي تقريبا جمعيه 100% نسويه هكذا ماذا عن العمل التطوعي يعني دور المرأة في يعني تحقيق هذا الفعل الخير في المجتمع المرأة هي عضو فعال في المجتمع تحديد. وفي الجمعيات تلقاها دائما تبادر دائما تضحي هي دائما نقولوا التضحية لازم بها تقدمي حاجة ولا تضحي على جالتها سورتو العمل التطوعي إنها دائما تحب تشارك بكل قدراتها انها تمد الشيء اللي تقدر عليه هي عضو فعال في المجتمع كما نقولوا تمد الشيء اللي تقدر عليه يعني المرأة عندها نصيب وافر في العمل التطوعي احنا تعودنا انه نشوفوا فقط جمعيات رجالية العمل التطوعي يجي من طرف الرجال ولكن لما يكون طرف المرأة كذلك حيكون عنده نكهة خاصة يعني انه المراه يعني بغض يعني هذا لا يعني انه الرجل له دور فعال اكيد لكن لمسه المراه خاصه في كل مجال يعني مثلا في التطوع المراه تلقيها عندها روح المسؤوليه تلقيها مثابره منضبطه يعني تما تقدري تعتمدي عليها في كل شيء الحمد لله وتلقي فتيات او نساء الموجودات في ناس الخير شاركنا في كل الأنشطة حتى توزيع الوجبات الساخنة في الليل هادو العضوات تاع ناس الخير شاركوا في كل الأنشطة حتى توزيع الوجبات الحمد لله اللي وفقنا ربي ونكونوا من هذا المرأة المرأة اللي عندها لمسة خاصة في المجتمع الحمد لله دائما نحمد ربي على هذا الشيء اللي رانا فيه وكما قلت بالتطوع نرتقي أكيد. وأنا ننصح كل مرأة أنها تمد من وقتها في هذا المجال أكيد يعني المرأة دائما تتفانى وتضحي هذا في المدينة ولكن كذلك في الريف للمرأة دور فعال في التنمية الريفية نتعرف عن كل ذلك في هذا الروبورتاج لعائشة ببريق بأيديهن الحادقة تحول فتيات جمعية جرين ليدي بمنطقة قرباز غرب سكيكدا فاكهة التين الشوكي إلى زيوت طبيعية ويدخرن الباقي لاستخلاص مواد تجميلية أخرى فتيات اجتمعنا في هذه التعاونية ورفعنا التحدي اليوم من هذه المنطقة منطقة قرباز نساء الريفيات نرفع التحدي هذه التعاونيات مش غير للشباب حتى النساء نرفع التحدي وإن شاء الله نحقق النجاح ونحقق ونوصل حتى لأبعد الحدود ونصدر إن شاء الله المنتوج تاعنا للخارج بحكم منطقتنا معروفة بتمرة التين الشوكي رفعنا تحدي وانخرطنا في مشروع تحويل التين الشوكي وأيضا
منتجات فلاحية أخرى. تكوين، مرافقة ودعم ساعد بل وساهم في ميلاد أول تعاونية نسوية لتني الشوكي في الجزائر تشجيعاً للمرأة الريفية. تجسيدا لخارطة طريق القطاع الفلاحي التي تبناها مجلس الوزراء الصيف الماضي وتنفيذا لتوصيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتنمية المرأة الريفية والمرافقة تاعها. احنا اليوم هنا نشرف على نهاية برنامج تكويني لمنطقة قرباز الرطبة. ولاية سكيكدة خزان كبير للمرأة الريفية، وصلنا تقريبا قريب 2000 مرأة ريفية. تعتبر هذه المبادرة من بين الحلول المستدامة التي تسمح خلق مناصب شغل، وذلك عبر استغلال الثروات الطبيعية مع مراعاة حفاظها، وذلك بالمساهمة مع المرأة الريفية في المنطقة. بالإضافة إلى فوائده الصحية، زيت هذه الفاكهة بات اليوم محل اهتمام المخابر الطبية العالمية، استثمار يعتبر رافداً جديداً للاقتصاد الوطني. تحية التقدير وعرفان للمرأة الريفية كذلك لطبعا ضيفات هذا البرنامج. مرحبا من جديد للحديث عن دور يعني جمعية ناس الخير في العمل التطوعي. وصلنا إلى أين؟ قلنا تميز الجمعية خصوصا التميز. تميز جمعية ناس الخير، يعني احنا كأعضاء فيها وش نشوفوا اللي يميزها انه الاستمرارية. الاستمرارية يعني من اللي بدات كمجموعة في سنة 2011 الى ان تم اعتمادها في 2013، من هذاك الوقت لحد الان راهي مستمرة بكل أنشطتها. نعم. يعني هذا لا يعني أنه ما كانش تغير في الأعضاء، وكاين تغير وكل واحد من بعد وش يحكم كما تنقولوا طريق. الحمد لله كاين هذا هو وش يميز هذا الاستمرارية. ثاني وش يميزها أنه النص تقدري تقولي 98% من من المشاركين أو المنخرطين في الجمعية شباب. جيد. شباب وجامعيات كذلك. أكيد. هناك كذلك يعني الماكثات في البيوت، لاحظنا سيدة ألحت قالت أنه لابد من التوفيق، يجب أكيد على المرأة أن توفق يعني بين البيت والعمل التطوعي. هذه علينا كامل، لازمك توفقي بين حياتك الخاصة والعمل التطوعي. نعم، مش قلنا جهد عتيق عن توفيق المرأة يعني بين العمل التطوعي اللي يتطلب كذلك أكيد تضحيات وتفاني وبين البيت حتى لا تهمل المرأة كذلك بيتها وعائلتها وأطفالها. أكيد أنه المرأة دائما توفق كما تكون على بالها وش راح تدير، تنوض تخدم خدمتها ودير حوايجها تاع يعني تنظم امورها. نعم. تنظم الامور تاعها الخاصه في الدار وتروح تتطوع، لانه في التطوع تلقى راحه نفسيه وتلقى راحتها، تلقى تفرض هكا شخصيتها، تفرض حضورها. صح. لانها عندها لمسه خاصه في هذه الحوايج. نعم، يعني المرأة الماكثة في البيت تثبت وجودها بطريقة أخرى، حتى يعني الطالبة الجامعية تعلمت أشياء كثيرة من خلال العمل التطوعي، يعني عن انتشار هذا الثقافة المتعلقة بهذا الفعل النبيل، كيف حتى يعني وصلت إلى الطالبة الجامعية الشابة خصوصا لتلتحق بهذا العمل؟ أنا نشوف أنه روح التطوع أو حب الخير نقدر نقول عليها أنها بذرة أو شجيرة يغرسوها فيك والديك. يعني تكون من الطفولة، تبدأك من الطفولة أنك تنوضي على مثلا عائلتك تلقيها تحب الخير، تحب تحب هذيك روح التطوع فيهم. يعني الأباء يكونوا هما النموذج، يعني يكونوا هما القدوة. أكيد أول من يغرس هذا الخصال يعني الوالدين، يعني هذاك الوالد او يعني عندما يكبر نقولوا يعتني بهذيك الشجيره حتى تصبح شجره. لان يوصل وقت وين هذاك التطوع تحبي انك قلت لك توظفيه. مثلا كما احنا طلاب كنا اخترنا جمعيه وانخرطنا فيها والحمد لله على ما نحن فيه.
وخاصة طلاب أنه نقولوا هذا التطوع ما هوش فقط بالمال أو راهو جهد بدني راهو فكري راهو بالماء أكيد ما هوش فقط بجانب خاص وإنما نحن كطلاب نتطوع بالجهد نعم يعني العمل التطوعي في حد ذاته يتطلب يعني مواصفات خاصة يعني على كل متطوع وتحديدا على المرأة وش تحتاج المرأة باه تكون متطوعة ناجحة؟ أول حاجة قلت لك أنا نحطهم ثلاث شروط التزام وراء الالتزام تضحية وضمن التضحية راهي داخلة روح المسؤولية يعني اللي تحب تنخرط في الجمعية تعطيوها هاد الشروط أكيد هي يعني كما نقولوا واحد كيحب يشارك معنا راح نخليه على راحته سبحان الله كل واحد يجي يشارك في ناس الخير تلقيه يولي كيما نقولوا هو يولي شخص كيقول لك كاين انشطه كاين يعني يندمج بسرعه ويتفاعل يندمج بسرعه ويولي عنده حب الحضور للانشطه حب المشاركه تتغرس فيه هاد الثلاث شروط اللي هي تضحيه التزام ومسؤوليه يعني الحمد لله كل الاعضاء الموجودين تلقاي فيهم هذاك هاد الصفات يعني نعم يعني شوفي نشكر كل الاعضاء ونشكر جزيل الشكر للسيد رئيس الجمعيه طارق كيموش يعني هو اللي هو تعلمنا منه هاد الحوايج الحمد لله غرس فيه كل الأعضاء هذه التضحية والالتزام وروح المسؤولية نعم الحمد لله أعرف جيدا أنه فيه الكثير من المبادرات الإنسانية الطيبة ولكن حبيتكم تحكي لنا شوية على تجربة رائعة مررتوا بها من خلال الفعل التطوعي أجمل موقف عشتيه مثلا جهاد لما طوعتي مثلا واحد النهار رحنا للسبيطار ساعتك رحت نقدم لواحد السيدة الحليب كي رجعت وديت لها الكاس تاع الحليب حكمتني وحضنتني وبكات ساعت حسيت بحاجه تما بكات وسلمت لي على راسي قالت لي بنتي وانك تطوعي وتمدي من وقتك وجبتي لي هاد الكاس تاع الحليب ما يهمنيش في الكاس تاع الحليب قد ما همتني الضحكه تاعك تما الانسان ما تمدوش كاس تاع الحليب وتروح تروح اضحك معاه سقسي عليه بس ترافقها بالابتسام أكيد أيه. الحمد لله أجمل الموقف اللي ما نساش في حياتي يعني كان دموع الفرح أكيد مش دموع الحزن إطلاقا كاين مواقف كثيرة يعني تخليك تستمر تحكينا بعض المواقف اللي أثروا فيك وبقاو يعني في الذاكرة تاعك في رمضان بلك عامين هكاك هكاك بلك 2019 في كسوة العيد كاين نديرو حنا نديرو مشرف على النشاط وكاين اللي يعاونوه نعم. والمساعدين الاخرين عمي في الكسوه نديرو نعيطوا للعائلات ونهزوا لاطاي تسمى القياس تاع كل الاطفال يعني. مضبوط الحذاء واللباس نعم كي هزينا درنا هذوك الاحصائيات انا راهو كاتب دوك حنايا كي نديرو كي نعيطوا لهم ونخلصوا من بعد نروحوا نقلوا في الحاسوب نعم كي جيت نقل نسيت اسم هذاك العائله وعيطت له في يدي قلت لهم يجيوكم سما مديت كلمه كي وصل الليل قال لي مش الليل خلاص الحق بالك السته والله قال لي اما جاوش نحن بعثنا ديجا هما كوطي نوفيل بعثنا خلصنا كي قال لي النقمه وليت انا رجعت واش كنت في الوسخ تاعي كيما نقولوا نلقاها مش منقله في الميكرو معناتها ما تشراتش هذيك الكسوه وما دارتش شوفي سبحان دخلت تاثرتي كثيرا ما نكذبش عليك حتى 12 ونص تاع الليل كي وصلت الكسوه باش وليت انا عبده نورمال كي نقول لك فوت هذاك الوقت ما نقدرش نوصفه لك لكن كي وصلت الكسوه حمدت ربي وقلت الحمد لله باه ولات فيك الروح يعني ولات فيا الروح ثم هاد العمل نخدموه في التطوع نخدموه من القلب ماشي كانه تطوع كذلك وبضمير شوفي اللقطه واش دخلتني في متاعها يعني ما نحكي لكش حتى وصلت الكسوه للمولاها باش رجعت فيا هذيك الروح والحمد لله ربي يكمل لنا ان شاء الله في هذا العمل التطوعي ويعني نقدم الرساله هذه لكل امراه او يعني انها
تمد من وقتها في الجانب التطوعي. يعني راح يزيدها ثقة، راح يعطيها راحة نفسية، راح يخليها أكيد. تزيد من ثقافتها، راح أكيد عنده إيجابيات بزاف الحمد لله. وفي جمعيتنا يعني كاين تنوع في الأنشطة له، لأن باه نزيدو فتح باب المشاركة. وهذا هو اللي راهو في رسالتنا. يعني نحبوا نوصلوا للمجتمع متضامن. نعم، حابين توصلوا الى اكبر قدر ممكن من المتطوعات المنخرطات في الجمعيه. أكيد. وحتى المحسنين يعني والاقبال تاعهم. اكيد اكيد، لانه هما بالدرجه الاولى اللي راهم كيما نقولوا احنا بالجهد وهما بالمال، وهذا هو التكامل في العمل التطوعي. بالتبرعات المادية وبالجهد، هذا هو التكامل، لأنه ما يكونوا سوارد وما يكونش الجهد داخل الجمعية. مش هذوك الأنشطة مش راح يفوتوا كما كي حابة. لازم الجهد ولازم المال، إن شاء الله نوصلوا الهدف تاعنا هما العائلات المحتاجة اللي في كل وقت إن شاء الله يلقاونا في الاحتياجات تاعهم. حاليا راكم توجدوا شهر رمضان الكريم إن شاء الله. رانا في إن شاء الله في العائلات المنتسبة لنا، بغض النظر عن جائحة كورونا، لأنه زدنا كحالات جديدة، لكن المنتسبة لنا 320 عائلة إن شاء الله. ورانا نسعى باش نوفروا هاد 320 قفة إن شاء الله، باش يكونوا الناس كل تأكل في رمضان، ماشي يقعدوا هكاك بالجوع. وكان جانب تاني جمعيتنا قلت لك تتنوع، ماشي غير في الجانب الاجتماعي. نعم. لا، في الجانب الصحي أيضا راهي عندها فعالية. نعم. في تكفل بتحاليل طبية، وصفات أشعة. هذه بالنسبة قلت لك للعائلات المنتسبة لنا، أو كاين خارجية يعني حالات خاصة. العناية الطبية والتكفل الصحي يعني. عندنا صيدلية سميناها صيدلية مصغرة، خزانة فيها الأدوية المناسبة. نعم. عندنا مشرفة عليهم الحمد لله راهي تتابع في كل مرة. مع كاين أدوية كي تقرب هذيك لادات تاعهم، نعاونوا بها السبيطار، عند لي زاسيستونت سوسيال نمدوا لهم الأدوية، وهما يمدوا للمصالح اللي يحتاجوها. وفي مؤخرا عن في فترة كوفيد رانا قدرنا إن شاء الله بفضل المحسنين الدائمين لنا اللي نشكرهم ديما، وجهد الأعضاء، استطعنا توفير 9 أجهزة. نعم. مكثف أكسجين، لكونسنتراتور دوكسجين. وعندنا قلت لك العتاد الطبي تاني اللي راهو ديما راهو تقريبا يومي يخرج من عندنا. نعم. اللي نسلفوه للناس، قلت لك بعد ما نتأكدوا من الحالة تلعب هذيك في توفير الاشتراك الشهري للمرضى. كما تأكدنا من حالتهم عادوا تابعين لنا. نعم. كل شهر عندهم كما نقولوا نصيب من ليكوش نمدوا لهم كل شهر 36 مريض. والإعارة تاع العتاد الطبي هاي تكون كما نقولوا بطريقة نحكموا عليهم لي فوتوكوبي تاع لي كارت ناسيونال، وعندنا احنا نمدوا لهم وصل استلام، ثم كلش راهو ماشي قانونيا ماشي. نعم. ومنظم. والحمد لله عندنا عتاد يعني ما شاء الله بفضل المحسنين، وحنا نفيدوا به كل من يحتاج اليه. اكيد. نعم. في العمل التطوعي دائما دائما نخليو جهات فقط تقولنا اذا وفقت تحسي بلي راكي وفقتي في العمل التطوعي تاعك ووصلتي يعني للاهداف والطموحات تاعك. الحمد لله انا اللي قاعده نحاول به نوصل اهدافي وطموحاتي. الحمد لله انه اكرمني رب العالمين بحطني في هذاك المكان. هي تجاره بيني وبين ربي سبحانه. به يكرمك، به تدي تعاوي الخير، به تدي حسنات. انا اللي قاعده اجتهد ونحاول. نعم. نطور من روحي ونطور من مجهوداتي به نمد الحوايج اللي نقدر عليهم بالجهد. بالهدرة بتوصيل رسالتي. نعم. نشر ثقافة التطوع. نعم. وحتى يعني التطوع هو ظاهرة صحية اجتماعية تضمن كثير يعني من التكافل، حتى التكافل مش فقط للفرد يعني راحة نفسية، ولكن حتى لكل أفراد المجتمع. تكون بيناتهم هكذا هذيك الأخوة والمودة بفضل الخير طبعا.
أكيد هذا التطوع كما نقولوا هضر عليها ربي والرسول عليه الصلاة والسلام، فمن تطوع خيرا فهو خير له. صحيح، هذه هي. والإنسان يعرف برك كيفاش يسير حياته ويدير جزء لهذا التطوع من حياته. يعني احنا الحمد لله التطوع ولا جزء من حياتنا، ورانا مخصصين له وقت، ماشي هكاك إضافة كما قالتها كما قالتها زميلتي، لكن راهو مضفين له جزء من حياتنا. ثم كون ما نروحوش نديرو هكا ما عندناش هذيك فترة غياب طويلة، ولا لازم ديما راكي عندك مخصصة وقت للتطوع. نعم. نخليه فقط جهاد قلنا كلمة توجو بها هذا البلاتو. نقول للناس تطوعوا، أرواحوا الجمعيات طوعوا بالجهد بالمال بأي حاجة، بابتسامة صغيرة، لأنه التطوع تلقي فيه راحة نفسية، تريحي، تلقي تعدلي من نفسيتك، من راحتك، من تخمامك، لأنه التطوع حاجة مليحة والله. أكيد. رائعة. راحة نفسية. بالتطوع نرتقي، اكيد هي الكلمه اللي بالتطوع نرتقي. وانا ننصح كل، يعني سواء امراه او رجل، يعني يخصوا من اوقاتهم لهذا المجال، واجرنا راه على الله تعالى، ديما ونقولها ونعاودها، اجرنا على الله تعالى. أكيد. فقط هذه هي مأجورين ان شاء الله، ان شاء الله نزيد يعني من الاجر والثواب ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى. نشكركم بزاف على حضوركم معنا. طبعا ان شاء الله توصلوا لكل طموحاتكم وأهدافكم في تحقيق أفعال الخير لفائدة طبعا المجتمع إن شاء الله. احنا نتمنى ديما النجاح والاستمرارية لجمعية ناس الخير قسنطينة، ولما لا لكل الجمعيات إن شاء الله. هذه هي. شكرا لكم. احنا عشنا رحلة جميلة ممتعة وشيقة من خلال برنامج صباح الخير، رحلة طويلة مفعمة بالخير بالمحبة، كذلك برسائل المودة والأمل. بهذه الرسائل ننهي معكم برنامج صباح الخير يا جزائر على المباشر من قسنطينة. سعدنا بكم كثيرا أحبائنا، سعدت كل الأسرة الفنية والتقنية على رأسها المخرج نبيل يعقوبي، كذلك رئيس التحرير سماعين بالقيدية. وسنختم معكم بهذه الأنغام الجميلة من نبع الأصالة والتراث الجزائري بصوت الفنانة مريم وفا. دمتم في أمان الله.